صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا مصطفى. صباح الخير عليك يا هبة، وصباح الفل على حضراتكم كلكم. في الحقيقة الشباب دايما بيبهرونا وبيعملوا الحاجات اللي الكبار ما بيقدروش يعملوها. النهاردة كل قلوب المصريين وكل عشاق كرة القدم بتترقب المواجهة النارية ما بين منتخب مصر الأولمبي ومنتخب فرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024. دايما كنا بنعول على ان احنا نروح كاس العالم، ودايما كنا بنشوف منتخبنا في كره القدم هو الامل في ده، لكن الشباب الصغير واضح ان هو ما عندوش مستحيل. المباراه بتعتبر واحده من ابرز مواجهات البطوله، لان كل فريق بيسعى لتحقيق الانتصار والتاهل للنهائي. على جانب اخر غير يعني كره القدم، نهني أيضا منتخبنا لكرة اليد بالفوز على منتخب الأرجنتين. أداء مشرف جدا طبعا، ألف مبروك لمنتخب كرة اليد، وإن شاء الله يكمل على خير في أولمبياد باريس 2024. بصراحة المنتخب الأولمبي عمل إنجاز كبير جدا لحد دلوقتي، وصعوبة المباراة بتاعة النهاردة كونها قدام واحد من أهم وأكبر الفرق في العالم، وكمان بيدربها تيري أنري، وده واحد من نجوم فرنسا التاريخيين. كمان لأن فرحة المصريين بالمنتخب الأولمبي ما تتوصفش، فرحة بتحس إنها بتعوض اشتياقنا كده، الفرحة محتاجينها ومحتاجين نشوفها دايماً على وجوهنا مع المنتخب الكبير. لكن منتخبنا الأولمبي قدم أداء متميز جداً طول فترة البطولة، وأصبح مصدر فخر لكل المصريين. أعتقد إن الشباب دول هيبقوا نجوم المستقبل أكيد، وكل واحد منهم هيفضل يعني عالق في أذهان كل الجماهير المصرية، لأن هو حقق اللي ناس كتير جدا جدا على مدار تاريخ كرة القدم ما قدرتش تحققها. الجماهير بتعول على الشباب الصغيرة دي، بتعول عليهم النهاردة ان هم يقدموا عرض قوي ومشرف بيعكس مدى الجهد والتحضير اللي قدروا ان هم يوصلوا ليه لهذه المرحلة. التأهل النهائي محتاج بصراحة أداء استثنائي في مباراة صعبة زي دي. الفرص صحيح موجودة، ولكن تحقيقها بيعتمد على القدرة على التعامل مع الضغوط، وعلى التفوق أيضا على خصم قوي زي المنتخب الأولمبي الفرنسي. قلوبنا كلها متعلقة النهاردة مع منتخبنا في أولمبياد باريس في هذه المباراة الهامة، وبرضو فرحتنا مبارح كانت كبيرة جدا بفوز منتخب كرة اليد في الأولمبياد وأدائه المشرف اللي حقق انتصاره الثالث في المجموعة على الأرجنتين بنتيجة 34-27 ليؤكد المكانة الرفيعة ووصوله للمركز الثاني في المجموعة الحديدية وتأهل المنتخب المصري للربع نهائي اللي هيخليه بيواجه ألمانيا أو سلوفينيا في الدور القادم. نتمنى لمنتخبنا أنه يحقق ميدالية أولمبية، ومرة تانية بنقول لحضراتكم صباح الخير يا مصر. بنصبح عليكم، وخلينا نصبح برضو على زميلتنا هالة الحملاوي ونتعرف منها على اخبار المرور والطقس في القاهره وباقي المحافظات. صباح الخير يا هالة. صباح الفل يا مصطفى، اخبارك عامل ايه؟ كله كويس؟ احنا كويسين. صباح الفل استاذه هبه.
يعني بالنسبه للمرور في مناطق زحمه وفي مناطق فيها سيوله، يعني مثلا اللي رايح المطار هيلاقي طريق صلاح سالم كله سالك وجميل ومفيش اي مشاكل، الكورنيش عليه شويه كثافات. هنعرف دلوقتي التفاصيل، خليكم معانا. هنستعرض مع حضراتكم دلوقتي احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. كالعاده بنبدا من محافظه القاهره، شارع رمسيس تحديدا بيشهد في الوقت الحالي كثافات مروريه بسيطه دلوقتي ومكمله لحد شارع الجيش وصولا لميدان العباسيه. لو فضلنا ماشيين لتقاطع شارع صلاح سالم هناك هنلاقي برضو بعض الكثافات البسيطه. لو رحنا عند كوبري الجلاء سيوله مروريه مكمله طريق العروبه وعند كوبري المطار، هناك بقى هتبدا كثافات نسبيه بس بتقل وتختفي واحنا داخلين على طريق المطار. عند كوبري الحدائق اللي جاي من الزاويه متجه للفجري، وكذلك الامر اعلى كوبري المطريه للقادم من الكابلات. كورنيش النيل اللي جاي من المظلات هيلاقي كثافات مروريه بسيطه ومتحركه ومستمره لحد وسط البلد. طريق كورنيش بقى بدايه من المظلات هيلاقي برضو كثافات مروريه متحركه في الاتجاهين، سواء المتجه لمناطق وسط البلد وحلوان او المتجه للمؤسسه. كوبري اكتوبر برضو عليه بعض الكثافات خاصه في المنطقه اللي هي من وسط البلد لغايه نزله غمره. تعالوا مع بعض دلوقتي بقى كده نروح محافظة الجيزة. محافظة الجيزة هنلاقي إن شارع الهرم بيشهد بعض الكثافات المرورية واللي ظهرت في منطقة مشعل وفي شارع العشرين والحد الطلبية، كثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني، شارع فيصل كمان بمنطقة الطوابق حتى العشرين. المحور للقادم من أكتوبر هيلاقي كثافات مرورية قبل الدائري، الكثافات دي مستمرة ومتقطعة لحد نادي الزمالك وبعد كده بتنتهي، وده طبعا بعد توسعة كوبري 15 مايو اللي عمل استيعاب شديد للحركة المرورية، شيء عظيم جدا. أما المحور المتجه لكوبري لمنطقة أكتوبر فهيلاقي إن فيه سيولة مرورية. إجمالي الحركة كده في الجيزة بسبب المحاور الجديدة اللي اتعملت واللي تم افتتاحها زي محور الفريق كمال عامر ومحور المهندس شريف إسماعيل وغيرها من المحاور، المحاور دي عملت سيولة مرورية كبيرة يمكن اللي بياخدوا الطرق دي هيلحظوها. نروح لمحافظة المنيا هنلاقي إن السيولة مرورية موجودة في عدد كبير من الطرق. لو مشينا على طريق الصحراوي الغربي من محافظة بني سويف لمحافظة المنيا هنلاقي إن في سيولة مرورية. طريق الشيخ فضل في سيولة مرورية على طول الطريق ما عدا بعض الكثافات البسيطة. أما طريق المنيا مغاغة ففي بعض الكثافات البسيطة ولكنها غير مؤثرة إطلاقا. الطريق الصحراوي الشرقي في بعض الكثافات المرورية البسيطة. نكمل جولتنا ونروح محافظة الشرقية، طريق الزقازيق منيا القمح فيه سيولة مرورية. نقدر نقول إن الحالة داخل مدينة الزقازيق كده فيها بعض الكثافات المرورية البسيطة في طريق المحافظة وفي الجامعة، بس في سيولة مرورية عند موقف المنصورة ومدخل الطريق الجديد لدرب نجم. أما طريق أبو حماد للإسماعيلية فماشي بشكل كويس جدا ما عدا بعض الكثافات في مداخل بعض المدن بسبب تنظيم حركة المرور. ودلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم كده في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس شديد الحرارة، رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. متوقع درجة الحرارة في النهاردة في القاهرة توصل العظمى 36 وتكون أعلى درجة حرارة في أسوان 43 وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 31 درجة. طبعا احنا هنتابع مع حضراتكم الطقس وبالتفصيل كمان بس بعد شوية. برحب بحضراتكم مرة تانية وخلونا نبدأ بأبرز الأخبار اللي حصلت امبارح. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتابع خلاله عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية ذات الأولوية. على رأس الملفات الجهود المكثفة لإعطاء دفعة كبيرة للصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة في الصناعة المصرية. امبارح أيضا عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة في مدينة العالمين الجديدة اجتماعا لاستعراض سبل دعم ومساندة صناعة السكر محليا. تعالوا نروح سريعا نشوف مزيد من التفاصيل حول هذا الاجتماع في سياق هذا التقرير. أخبار كتيرة حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع خلاله عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية ذات الأولوية وعلى رأسها الجهود المكثفة لإعطاء دفعة كبيرة للصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة في الصناعات المصرية. وأكد الرئيس في هذا الصدد توجه الدولة بدعم وتشجيع القطاع الخاص المصري والأجنبي لزيادة الاستثمارات الصناعية وتحقيق طفرة في حجم وجودة الإنتاج الصناعي المصري. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع أيضاً مستجدات تطوير عدد من الملفات الخدمية ذات التأثير المباشر على حياة المواطنين خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والسياحة، بالإضافة لجهود الحد من التضخم وضمان توافر السلع في الأسواق.
امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة اجتماع لاستعراض سبل دعم ومساندة صناعة السكر المحلية. وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع شهد مناقشة أبرز المقترحات الخاصة بتنمية صناعة السكر وتذليل المعوقات اللي بتواجهها، ومن ذلك آليات تحفيز المزارعين على التوسع في زراعة وتوريد مدخلات صناعة هذا المحصول المهم، ودفع العمل بشركات تصنيع السكر التابعة للدولة والقطاع الخاص لرفع الطاقة الإنتاجية لها. كمان امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة اجتماع لاستعراض الإجراءات المقترحة لحوكمة منظومة توزيع ألبان الأطفال الصناعية المدعمة وسبل زيادة الإنتاج. وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد تناول عدد من المحاور بشأن منظومة توزيع الألبان المدعمة، لا سيما ما يتعلق بالإجراءات التي اتخذت حتى الآن لحوكمة هذه المنظومة، وأيضاً الإجراءات الخاصة بربطها بباقي قواعد البيانات بما يتيح تدقيقها، مضيفاً أنه تم أيضاً مناقشة إمكانية طرح عبوات من مختلف أنواع الألبان للتداول بأسعار مناسبة وتوفيرها للفئات غير القادرة وفقاً لقواعد محددة. امبارح وفي إطار المتابعة المستمرة من جانب لجنة إدارة أزمة وفاة بعض الحجاج المصريين في المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج العام 1445 هجرية وما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات للتعامل الفوري مع هذه الأزمة، صرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأن وزارة الخارجية بتهيب بالمواطنين الذين فقدوا الاتصال بذويهم ولم يمكنهم التعرف على موقفهم حتى تاريخه بضرورة التوجه لمقر وزارة الخارجية الكائن بعمارة إزيس بمنطقة جاردن سيتي 7 الشارع لازوغلي الدور الأول، وده لاستكمال الإجراءات الخاصة بالبحث عن ذويهم وتمهيداً لسحب عينات لإجراء تحليل البصمة الوراثية أو الدي أن أي من ذوي المفقودين. امبارح أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية إجراء أكثر من 3 مليون فحص طبي شامل بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الست بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس وأسوان. وأضاف بيان الهيئة أنه بيتم إجراء الفحص الطبي الشامل مجاناً وبشكل دوري لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، وده من خلال الفحوصات الإكلينيكية والتحاليل المعملية، وبيبدأ الفحص الطبي الشامل من التقييم التمريضي وقياس العلامات الحيوية مروراً بفحص طبيب الأسرة وطبيب الأسنان ومجموعة من التحاليل الطبية وتحاليل الدم. في زيارة تفقدية لمهرجان العالمين الجديدة استعرضت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الأنشطة والفعاليات في المنطقة الترفيهية الشاطئية. دكتورة مايا اتفرجت على ملاعب كرة القدم، السلة، البادل، غرفة المنتجات الرياضية المصرية وأشادت بكل الخدمات المقدمة. كمان الوزيرة استمعت إلى عرض من الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حول الأنشطة المخصصة للأشخاص ذوي الهمم، والتقت الطلاب ذوي الهمم، وتضمن اللقاء الاستماع لطلباتهم والرد على استفساراتهم المختلفة، وتكلمت عن أهمية الدعم والتسهيلات المقدمة في مهرجان العالم. هي أخبار كتيرة شهدتها المحافظات. في محافظة الشرقية نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي 100 وصلة مياه مجانية بقرى مركز كفر صقر. وفي الدقهلية تم توقيع الكشف الطبي على 1285 مريض ضمن فعاليات قافلة طبية علاجية خلال اليومين اللي فاتوا. أما في محافظة الغربية تم افتتاح معرض المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين بكلية الهندسة. أما في المنيا فقد تم إطلاق مبادرة المنيا تتجمل من أجل تطوير المدن والقرى هناك. أخبار كتير شهدتها المحافظات. في الشرقية نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي 100 وصلة مياه مجانية بقرى مركز كفر صقر للأسر الأولى بالرعاية، وبيتم دراسة كل حالة على حدة من خلال المعاينة على الطبيعة في وجود ممثل الجمعية، وده للتأكد من أحقية الحالات في الحصول على الدعم اللي بتوفره الشركة. في الدقهلية أعلنت مديرية الصحة توقيع الكشف على 1285 مريض ضمن فعاليات قافلة طبية علاجية خلال يومين في قرية موسى العرب مركز بالآس، وضمت القافلة 11 عيادة متنوعة منها 2 أطفال و2 بطنة والجراحة والعظام والأنف والأذن والرمد والجلدية والأسنان والنساء وتنظيم الأسرة، فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة إكس راي.
في الغربية افتتحت مديرية التربية والتعليم معرض المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين، وتم تنقية التسجيل لطلاب الغربية من 51 فريق من 57 فريق، وده بعد حذف التكرار والغير مستهدف من المشروعات. وشارك طلاب الغربية بعدة مشروعات في مجال الطاقة بتشمل الطاقة الفيزيائية والطاقة الكيميائية. في محافظة المنيا تم إطلاق مبادرة جديدة بعنوان المنيا تتجمل لرفع كفاءة وتجميل جميع المدن والقرى بالمحافظة بمشاركة أبناء المحافظة في المبادرة، بما في ذلك الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال، بهدف المساهمة في تطوير وتحسين مظهر مدنهم وقراهم، وتكليف رؤساء المدن والقرى بتنفيذ المبادرة بشكل دائم باستخدام المعدات والعمال وتسخير جميع الإمكانيات المتاحة لتحقيق أهداف المبادرة. أيضاً أكدت محافظة شمال سيناء بدء حملة أسبوع النظافة في مختلف مدن محافظة شمال سيناء، واللي بدأت بانطلاق الحملة في العريش، وبتتم بالتعاون بين المحافظة ومجالس المدن وشركة النظافة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالمحافظة، وبتهدف لإظهار الوجه الحضاري لشوارع ومدن وأحياء وقرى شمال سيناء عن طريق النظافة. كمان محافظة مطروح استقبلت قافلة المواد الغذائية المهداة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمحاربة الغلاء خير مزارعنا الأهالينا، وتم وصول 12 سيارة منها 8 سيارات ربع نقل بيض أبيض وأحمر، كل سيارة 150 كرتونة بسعر 130 جنيه للكرتونة إنتاج محطات الإصلاح الزراعي، وأربع سيارات ربع نقل سلع غذائية خصم 20-25% بتضم رز بسعر 20 جنيه للكيلو، وعسل نحل بسعر 55 جنيه للكيلو، وسمن بلدي بسعر 150 جنيه للكيلو، وزيت بسعر 37.5 جنيه، ومكرونة بسعر 7.5 جنيه، ومربى بسعر 55 جنيه، بالإضافة إلى البقوليات. أعلنت محافظة الوادي الجديد افتتاح فصل تعليم صناعي جديد بمركز باريس بعد افتتاح فصلين للتعليم الفني تخصصات ملابس جاهزة وسكرتارية طبية بإدارة الخارجة التعليمية، وهيجري افتتاح هذا الفصل مع بداية العام الدراسي الجديد، وهو فصل تعليم صناعي تخصص فني تركيبات كهربائية بنظام الثلاث سنين للعام الدراسي 2024-2025. فقرتنا ما زالت متواصلة مع حضراتكم، فاصل قصير ونرجع نكمل فقرتنا في صباح الخير يا مصر. صباح لحضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن يشهد اليوم طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك استاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. اهلا بك. اهلا بحضرتك. يمكن لسه الموجة الحارة مستمرة معانا، ونسب الرطوبة برضو لسه مستمرة معانا، بس الامطار الرعدية اللي كانت بتشهدها او يشهدها جنوب البلاد على ابو سمبل وعلى حلايب وشلاتين، هل دي لسه برضو مستمرة معانا؟ طمنيني اخبار تفاصيل الجو ايه. بالفعل يمكن احنا الايام الماضيه شهدنا سقوط امطار على بعض الاماكن الموجوده في اقصى جنوب البلاد زي حلايب وشلاتين مرسى علم، مناطق كمان من ابو سمبل واسوان. الامطار دي طبعا وفقا لتوقعات الهيئه العامه للارصاد الجويه مكمله معانا كمان حتى نهايات هذا الاسبوع. فرص الامطار اللي هتكون ما بين الخفيفه الى المتوسطه والرعديه احيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر زي حلايب شلاتين مرسى علم راس بنان، ومناطق كمان من جنوب الصعيد زي طبعا ابو سمبل محافظه الوادي الجديد، مناطق من اسوان الاقصر. الاماكن دي كلها معرضه طبعا لسقوط الامطار متفاوته الشده والرعديه، ونتيجه طبعا طريقه سقوط الامطار الطبيعه الجغرافيه في الاماكن دي ممكن ده يؤدي لتشكل بعض السيول في بعض الاماكن، وايضا مع السحب الرعديه هيكون في نشاط رياح تثير للرمال والاتربه. نشاط الرياح المثير للرمال والأنسبة ده ممكن يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق. سبب سقوط الأمطار طبعا في الأماكن دي الجنوبية نحن بدأنا نتأثر ونشوف تقدم في الحزام المداري أو الفاصل المداري المسبب للأمطار الصيفية على منابع النيل السودان وأثيوبيا. الفاصل المداري ده بيتقدم في شمال السودان، فبدأنا نحن نتأثر في المناطق الجنوبية بسقوط الامطار اللي بتكون متفاوته الشده، وزي ما قلنا لازم ناخد حذرنا بقدر الامكان. الامطار دي ممكن تؤدي لتشكل بعض السيول نتيجه الطبيعه الجغرافيه واستمراريه سقوط الامطار عده ايام. لكن المناطق الشماليه مش هتشهد اي فرص لسقوط الامطار، الاحوال الجويه مستقره بشكل كبير في اغلب محافظات شمال البلاد،
قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار تعتبر حول المعدلات الطبيعية أو حتى اليوم تحديدا أعلى من المعدل بحوالي درجة، لأن اليوم متوقع عظمى على القاهرة الكبرى هتكون 36 درجة مئوية خلال فترة النهار. لكن طبعا ما زلنا بنتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي اللي هيكون مع الكتل الهوائية اللي فيها رطوبة عالية، يعني في تأثرنا بارتفاع نسب الرطوبة بشكل كبير. يمكن ارتفاع نسب الرطوبة هو اللي مخلينا نحس ان في ارتفاع كبير في قيم درجات الحرارة. نسب الرطوبة بتتجاوز 90 وال 95% في الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، بتتجاوز 80 و 85% في القاهرة الكبرى والوجه البحري، وده اللي بيخلي قيمة درجة الحرارة المحسوسة المواطن بيحسها النهاردة تحديدا ممكن نحسها 39 أو 40 درجة مئوية بسبب ارتفاع نسب الرطوبة. فده اللي مخلينا نحس ان في ارتفاع في قيم درجة الحرارة، رغم ان احنا قيم درجة الحرارة تعتبر حول المعدل أو حتى لو أعلى من المعدل فهي بأرقام توقيتها. عشان كده شق فترة النهار هيظل ضغط شديد الحرارة رطب في معظم المحافظات الداخلية، فعدا سواحلنا الشمالية أجواءها حارة رطب فترة النهار. كمان فترات الليل مع الغياب التام لأشعة الشمس أكيد بيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة، لكن عظمة الرطوبة بتكون فترات الليل، ففترة الليل أجواءها أجواء مائلة للحرارة رطب في معظم المحافظات. لو في نشاط للرياح في بعض الأماكن ده مش كان بعض الشيء الثابت، احنا نحس بنسب رطوبة أقل، لكن طبعا مش بالشكل الكبير لأن سرعات الرياح مش عالية. زي ما قلنا في الأول الأحوال الجوية مستقرة في أغلب محافظات الجمهورية حتى نهايات هذا الأسبوع، مش هنلاقي اختلاف كبير في قيم درجات الحرارة، يعني مش هيكون عندنا ارتفاعات رطوبة في قيم درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع. العظمى على القاهرة الكبرى هتتراوح ما بين 36 ل 37 عظمى فترة النهار. فرص الأمطار في المناطق الجنوبية هتكمل معانا لحد يوم الجمعة الجاية باختلاف طبعا كميات الأمطار من يوم للتاني. والشبورة المائية خلينا ننوه عنها لأنها أصبحت ظاهرة جوية مؤثرة في فترات الصباح الباكر والساعات الليل اللي بتأثر على بعض الطرق الشرعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، بتؤدي لانخفاض كبير في الرؤية الأفقية، لكن هي سرعان ما بتختفي مع سطوع أشعة الشمس، ما بتأثرش تماما على حركة المرور. عندنا كمان اعتدال كامل في حركة الملاحة البحرية على البحار الأحمر والمتوسط، ومؤهلين لدرجة أعمال تسهيل للملاحة البحرية. نأكد بس مع حضراتكم أن كل قيم درجات الحرارة اللي احنا بنقولها في الظل مهم جدا نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترات النهار وتحديدا في فترة الظهيرة، عشان ده ما يزودش إحساسي بارتفاع قيم درجات الحرارة. عدم الوقوف تحت أشعة الشمس لفترات طويلة، لو أنا اضطريت للخروج لازم يكون معايا غطاء لرأسي يحميني من أشعة الشمس في فترات الظهيرة، وطبعا نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل. والأماكن المعنية بسقوط الأمطار مهم جدا، مع سقوط الأمطار تكون القيادة بالتزام، يعني كمان نبتعد عن الطرق اللي جنبها مقرات سيول، ونبتعد عن أعمدة الإنارة بشكل كهرباء ألواح الأماكن المعنية. يعني أكيد نصائح مهمة جدا بنشكر حضرتك عليها دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. احنا كده عرفنا تفاصيل الحالة الجوية في البلاد، ودلوقتي هنتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في القاهرة والمحافظات. القاهرة متوقع تكون العظمى فيها 36 والصغرى 27، والعاصمة الإدارية 37-26، الإسكندرية 33-25، والعلمين الجديدة 32-24، مطروح 31-23، دمياط 32-26، بورسعيد 32-27، والإسماعيلية 37-24. السويس متوقع تكون العظمى فيها 36 والصغرى 25، والعريش 35-25، كاترين 31-17، وطابة 37-25، حلايب 34-29، وشلاتين 38-32، شرم الشيخ 40-29، والغردقة 42-31. أما الفيوم متوقع تكون العظمى فيها 38 والصغرى 25، وبني سويف أيضا 38-25، الوادي الجديد 42-28، وأسيوط 40-25، سوهاج 41-26، وإنا 43-28، الأقصر 43-28 أيضا، وأما أسوان ف 43-31. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وطبعا معاها نصائح هامة من هيئة الأرصاد الجوية ياريت نخلي بالنا منها. دلوقتي هنرجع مرة تانية لهبة ومصطفى عشان نكمل فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا جزيلا لك يا هلا. شكرا. تعالوا نتعرف على أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة.
أخبار كتير هتحصل النهاردة. النهاردة هيتم عقد مباحثات بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيره التركي في قصر التحرير يتبعها مؤتمر صحفي. يذكر أن وزارة الخارجية أعلنت أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان هيزور مصر في زيارة رسمية تستمر يومين، وأضافت أن الزيارة ستشهد لقاءات مع المسؤولين المصريين لمناقشة العلاقات الثنائية والتطورات الدولية والإقليمية الراهنة. النهاردة هتبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بالأوكازيون الصيفي 2024 لمدة شهر، وأتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية للمحلات التجارية الإعلان عن نسبة التخفيضات وفقاً لرغبة كل صاحب محل تجاري، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وليست وهمية، وأن يتم الإعلان عن سعر المنتج قبل وبعد الأوكازيون حتى يكون لدى المستهلك المعرفة الكاملة بنسبة التخفيضات، كما حذرت الوزارة من التلاعب في الأسعار أو الإعلان على عكس الحقيقة. لعشاء الكرة المصرية موعدهم النهاردة مع المباراة المؤجلة من الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري المصري، هيلتقي الزمالك مع إنبي في تمام الساعة 7 مساء. النهاردة أيضاً هتقام مباراة منتخب مصر وفرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس في 10 مساء على ملعب جروباما ستاديوم. مهرجان العالمين الجديدة كشف عن الأغنية الرسمية ليه. الأغنية دي غناء أمير يوسف ويارا داود، ومن ألحان وكلمات أمير يوسف وتوزيع محمود صبري، وكورال جمال فتحي وعبد الوهاب الرفحي وأمير يوسف، ومن تسجيل طارق عليش، ومن إنتاج راديو النيل. كليب أغنية عالم خيالي ظهر فيها عدد كبير من نجوم الفن والرياضة زي ماجدة الرومي، كاظم الساهر، الهضبة عمرو دياب، الكينج محمد منير، وكابتن أحمد حسن، وكابتن ميدو، وفرقة المصريين، وفرق الفنون الشعبية والإعلامي شريف مدكور، ويجز، وفريق كايروكي، وحمزة نميرة. عالم خيالي فيه اللي بتتمناه، هتقضي وقت وعمرك ما هتنساه، السما عالية والبحر موجه رايح جاي، والجو يسحر ملهوش زي، عالم له حكاية غير أي حكاية، جمدان معدي ده العالم عالمين، وفي كل حتة هتلاقي متعة روقان وفرحة ده العالم عالمين، يلا نروح لعالم خيالي، فرحة طول اليوم وأجمل ليالي، وأجمل ليالي. كل مكان تروحوا تلاقونا المتحدة معاكم، هنا جمال الدنيا في العالمين، ومعاكم مهما كنتم فين، عينك تشوف إبهار وعظمة من كل حتة من العالم متجمعين، نفسك في إيه هنا هتلاقيه، المكان مكانك، المكان ده العالمين، يلا نروح لعالم خيالي، فرحة طول اليوم وأجمل ليالي، وأجمل ليالي. مهرجان العالمين عالم مبهج، فيه فرحة وسرور لكل اللي زاروا المدينة الجميلة، المدينة الذكية والطبيعة الخلابة، والتنظيم المبهر اللي قامت بيه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لمهرجان العالمين في نسخته الثانية علشان يخرج بالشكل المشرف ده، واللي هيستمر لحد نهاية شهر 8. كمان فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية أحيت حفل فني مميز جدا على المسرح الروماني بالمنطقة التراثية، وده ضمن برنامج
برنامج عروض الأسبوع الرابع من المهرجان بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. قدمت الفرقة باقة متنوعة جدا من الفقرات الموسيقية والإيقاعية، وشهد الحفل مجموعة من السولوهات على آلة الطبلة. فقرات موسيقية إيقاعية تفاعل معها جمهور المسرح الروماني بعرض فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية، حفل استضافته المدينة التراثية ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية. لا، النهاردة الموضوع مختلف تماما. احنا اتبسطنا جدا، اللي كان فيه جمهور حلو وهو شجعنا اللي احنا نخليه يغني معانا نبسطه، وكان متجاوب يعني، ودي كانت حاجة جميلة جدا يعني في المهرجان النهاردة. احنا شاركنا في مهرجان العالمين دي تاني مرة، وكان كويس جدا، والناس كانت متفاعلة معانا، وكنا بنسقف وكنا بنغني مع بعض، ودي من احلى المهرجانات اللي اتعملت واحنا شاركنا فيها. وشهد الحفل مجموعة من السولوهات الغنائية الفردية امتزجت مع آلة الطبلة لتخرج على شكل معزوفة موسيقية غنائية، تبعتها مجموعة من الأغاني الجماعية التي لاقت ترحيبا وتصفيقا ملأ أرجاء المسرح. هو أنا أول مرة أجي، بس بجد انبهرت من المكان جدا، يعني المكان حلو جدا، وأكتر حاجة عجبتني وقت ما كنا موجودين أنا من أول الحفلة الصراحة كانت كويسة جدا يعني. الحفلة بصراحة كانت روعة، وكل الناس كانت مستمتعين ومبسوطين، وكلنا يعني حاجة كانت فوق الروعة بجد بأمانة. احنا جايين فريق من جامعة اسكندرية، فاحنا كلنا مبسوطين بالأجواء دي، ونتمنى إن هي تتكرر تاني، مش هنضيع الفرصة دي. حبيبي شكرا. أنا مبسوطة إن هم طلعونا في حاجة زي كده، والأجواء كلها بصراحة كانت جميلة جدا، والمسرح والناس والتعاون، والناس مبتسمة في الوش، الناس ما فيش حد زعلان من حد، لا، فالأجواء لطيفة جدا. أكتر حاجة عجبتني هو التنظيم بتاع المكان، تمام، وبصراحة شابو لأي حد اشتغل على المكان هنا، المكان منظم جدا ونظيف، والحفلة كانت جميلة جدا، كلنا استمتعنا الحمد لله، وبجد شابو للفرقة دي بجد، يعني حاجة جميلة. ويأتي حفل فرقة الأنفوشي في إطار حرص مهرجان العالمين الجديدة على تقديم باقة متنوعة من الفعاليات الفنية والثقافية التي تلبي أذواقا مختلفة من شرائح الجمهور. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. في الحقيقة في تجربة جديدة وتجربة مميزة بيتم تدشينها دلوقتي تحت شعار بودكاست مكتبة الأسكندرية. البودكاست ده بيستهدف استعراض رحلة حياة لأهم الرموز في كل المجالات، سواء ثقافيا أو فنيا، وأيضا بيعرض وبينقل خلاصة التجارب والخبرات من الناس دي علشان نستفيد بخبراتهم، وتستفيد كل الأجيال بمشوارهم في الأيام المقبلة. خلونا من خلال التليفون مع الأستاذ محمد رضا، رئيس قسم الإنتاج التلفزيوني بمكتبة اسكندرية، نتعرف منه على تفاصيل التجربة المميزة للبودكاست في المكتبة. برحب بحضرتك ونقول لك صباح الخير. صباح السعادة والنور عليكم يا رب أستاذ هبة أستاذ مصطفى، منورين الدنيا. الله يخليك، شكرا جزيلا. فكرة البودكاست في مكتبة اسكندرية، وإزاي جت الفكرة أن أنتوا تطبقوها في المكتبة؟ يمكن حضرتك عارفة أن المكتبة دايما هي ملتقى لما بيسموا العقول والرموز، فدايما من خلال فعالياتنا اللي بحرص عليها الدكتور أحمد زايد بيكون موجود مجموعات مميزة من الأدباء والمفكرين والفنانين، يمكن على مدار السنة كلها يعني. فكان الأساس في الفكرة أن احنا بنتواصل مع مجموعات كبيرة، سواء الموجودين أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي مع مجموعة كبيرة. فبما ان البودكاست شكل من الاشكال الجديده في التواصل، ويمكن هو اليومين دول ترند يعني، في اقبال عليه جديد وكبير جدا، وفي ناس بتسمع له وبتتابعه، فاشتغلنا من خلال استوديو المكتبه على هامش المعرض. كان الاستاذ الدكتور محمد سليمان اللي هو المسؤول عن معرض الكتاب اقترح ان في نطلق الموسم الاول من بودكاست المكتبه، ان في فعلا مجموعه من الرموز لازم الناس تتعرف على حياتهم، لتعرف دايما في وجه اخر
يعني في واجب يظهر لنا النجاح والناس وصلت فين، لكن رحلتهم ومعاناتهم والاسباب دي كلها، بحيث نحاول نقدم يعني زي خلاصه الموضوع اللي حابب. صحيح بالظبط كده. طيب في كام دقيقه عملتوا البودكاست ومين اهم الشخصيات اللي استضفتوه؟ طبعا احنا اشتغلنا البودكاست، انت عارف حضرتك انه حصل في نوع من التطور، لانه كان بدايه زي بث صوتي او حاجه زي كده، دلوقتي بقى بيتصور كمان. فلجأنا للاستوديو المكتبة وابتدينا نشتغل على مجموعة بشكل مميز جديد، واستضفنا طبعا يمكن حضرتك عارف جه مجموعة كبيرة جدا جدا، عندنا أكثر من 160 فعالية، لكن كان من أشهرهم طبعا إذاعة القديرة أستاذة إيناس جوهر، وبرضه الدكتورة هاجر سعد الدين، دكتور محمد صابر عرب، أستاذ الدكتور حسين حمودة الكاتب والناقد، عندنا طبعا شعراء زي مهندس ياسر أطامش، لا عندنا مجموعة كبيرة طبعا استضفناهم في الموسم الأول، والحمد لله رب العالمين احنا نزلنا في كذا منصه، وكان في تواصل شديد جدا من الناس ورغبه ان هم يجيبوا مجموعات ثانيه. فعشان كده ان شاء الله بنستعد مع مهرجان الصيف، لان في مجموعه من الفنانين هيكونوا موجودين، هنبتدي نعمل مجموعه ثانيه من حلقات البودكاست. طيب حلو قوي. هو في اقبال من المصيفين ومن سكان المحافظه ومدينه اسكندريه تحديدا ان هم يحضروا ويشتركوا معاكم في الفعاليه دي؟ وهل بتدخل ضمن فعاليات معرض الكتاب في المكتبه ولا دي بشكل منفصل؟ لا هي كانت من ضمن على هامش معرض الكتاب تم اطلاقها، لكن عارفه حضرتك هي مستمره ان شاء الله، لان كده كده احنا معرض الكتاب كان عندنا حضور كبير جدا السنه دي، لان طبعا فعالياتها كتير جدا والاجواء كانت مميزه، وطبعا انت عارف اسكندريه السنه دي يعني المصيفين بسم الله ما شاء الله يعني حضور شديد جدا، فالمكتبه كانت بالنسبه لهم واجهه ومكان بيروحوا له، فبالتالي كان في تواصل. احنا بنتكلم ان البودكاست هيفضل موجود معانا على طول، لانه اتحط خلاص في التشانل بتاعت اليوتيوب بتاعت المكتبه من ضمن برامج المكتبه الرئيسيه. بالظبط كده، بس هنعملها مواسم وندي يعني مجموعات مميزه، لان هو التارجت في الاساس يعني يمكن حرصه زي ما قلت الدكتور احمد زايد ان يكون في قدوه للشباب. احنا عملنا سلسله تراث النشأ ككتب للولاد الصغيرين من فتره واطلقناها للتعريف بالشخصيات الهامه عبر التاريخ، بحيث يبقوا بالنسبه لهم شايفينهم ونحببهم في القراءه بشكل معين. كان التواصل مع الشباب هيكون مختلف، فكانت وسيله البودكاست، لان فعلا اليومين دول تحسها بيبقى اسلوبها اسهل شويه، بنقرب من الشخصيه اكتر، بيكون في جو مختلف من الحوار، فبالتالي لا يعني اعداد المشاهدات هو بيكون الحوار اكثر مرونه كده، ويعني بيخرج عن الشكل التقليدي للحوارات التلفزيونيه او حوارات الراديو المنمقه خلينا نقول، او اللي فيها شكل مهني كبير يعني. ايوه بالظبط كده بالظبط كده. فلكن لا تفاعل يعني مع الموسم الاول ده تفاعل شديد جدا، انت عارف احنا عندنا الارقام بتاعت المشاهدات والناس طبعا بتستمع على بعض المنصات، لان هو ميزه البودكاست انه بيديلك الفرصتين، انك تقدري تسمعيه ولو حابه تشوفيه تقدري تشوفيه برضه. فبالتالي ادانا ميزه مزدوجه، فلدرجه ان بقى يجي لنا ناس بتطلب اسماء معينه كمان عشان تضاف، لان احساس الحاله والحكي والتفاصيل الخفيه اللي احنا ما كناش طبعا عارفين، عارفه لما بتقعدي كده على كرسي بشكل معين وتبتدي الذكريات يعني معاكي واحده واحده تيجي في الدماغ بقى. في تفاصيل كتير جدا 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 هيتحكت، لا فعلا تستاهل انها تتسمع او تتشاف. تمام. طب احنا معلوماتنا ان بخلاف معرض الكتاب في مهرجان موسيقي بيتعمل في مكتبه اسكندريه. طبعا مهرجان الصيف. لا ده مهرجان. مين بقى ابرز الوجوه اللي تم استضافتهم في البودكاست موسيقيا يعني؟ لا طبعا في عندنا نوشكا، عندنا ان شاء الله هشام عباس، عندنا لا عندنا عدد كبير في الموجودين، تعرف حضرتك طبعا بيبقى في موجود عمر خيرت، بيبقى في موجود عدد كبير جدا من زي ما قلت لحضرتك يعني مدار شهر كامل في ورش فنيه. طبعا في ناس من بره مصر ومن جوه مصر، حاجات في صناعه الافلام وفي التذوق السينمائي، وعندنا في نفس الوقت حفلات مجموعه من الفرق المميزه جدا، طبله الست وشارموفرز لا مجموعات كبيره جدا، بنحاول ان احنا نقربها للناس، لانه بيبقى كمان في البلازا في مكان مفتوح مع جو اسكندريه والبحر ورا المسرح، فعشان كده بقول لحضرتك دائما هي اسكندريه ملتقى الاجواء كلها مشجعه وحلوه كده جدا جدا جدا. انا اتمنى تنورونا مره وتبقوا سهرانين معانا، لان فعلا لا يعني احساس بيبقى جميل، وبتشوفي ملامح الناس وهي بتستمتع يعني. لا الحمد لله رب العالمين، يمكن الحرص ده كمستوى ثقافي او فني
وموجود لا بامانه الناس بتقابل الناس. وبعدين ميزه المكتبه مفيش حواجز مفيش مسافات، يمكن ان شاء الله يعني يكونوا موجودين يحسوا الاحساس ده. طب مين على كده اللي حاور الشخصيات دي؟ طبعا المكتبه بتعتمد على عناصرها والناس اللي موجودين فيها بالخبرات اللي موجوده. فطبعا من خلال الاستوديو كان في مجموعه اعداد، طبعا في الاستاذه دينا ابو العيله وهي اعلاميه بتجهز مجموعات الاسئله، وفي طبعا احد الزملاء، وبنعتمد طبعا بتعتمد تعرف كذا لغه عشان احنا عندنا طبعا مصريين وغير مصريين، الزميله دينا المهدي، وطبعا التيم بتاع الاستوديو. انت عارف حاجه المكتبه من زمان لانها اخذت طبعا درع اليوتيوب قبل كده، لانها دايما بتحاول تكون موجوده في المنصات، فانتجت في الاستوديو مجموعه الحلقات دي. احنا شايفين على الشاشه معاك اهو الحاجات اللي انتوا انتجتوها، ازاي نقدر نستمتع بيها ونتابعها دايما؟ لا طبعا هي موجوده في الكل، موجوده سواء في اليوتيوب او السوشيال ميديا. احنا مجرد ان احنا بنكتب بودكاست مكتبه اسكندريه في اي مكان بيطلع لنا الليست بتاع مجموعه الحلقات اللي هي موجوده. جميل. جاهزه تقدري. وبعدين عملنا نموذجين، نموذج صغير طبعا از برومو، لان عارفه بعض الناس بتحب تعرف شويه التفاصيل اللي جوه وتشوف الموضوع يهمها او ما يهمهاش. أيوة. وبالتالي بندخل بعد كده على لينك الحلقه. فطبعا هي موجوده لا في منصات كتير جدا جدا، زي ما قلت لحضرتك ميزه البودكاست بيديكي ميزه الصوت، وبيديكي حاليا لما تطور شويه انه بيتصور، فميزه الفيديو كمان. فتقدري في اي مكان يكون موجود، مجرد حضرتك تكتبي بودكاست مكتبه اسكندريه هتلاقي حضرتك في كذا مكان موجود كده. الحقيقه كل يوم في تطور يا مصطفى في وسائل الاعلام المختلفه والطرق اللي بيوصل بيها للمتلقي للرساله الاعلاميه، والعصر بيفرض نفسه زي ما بيقولوا. صحيح طبعا طبعا، واكيد مكتبه اسكندريه قدرت ان هي يعني ايه تعمل حاجه. لا والله احنا عندنا حرص على التواصل، يمكن قطاع التواصل الثقافي دكتور محمد سليمان طبعا بيرأسه ده، عنده حرص شديد. احنا بنعمل زي سيرفي وبنتابع مع الناس اللي موجودين، وفي طبعا عندنا بوكسز للتواصل من خلال جمهور المكتبه، فهي الناس اللي بتطلب ده يكون موجود فين. فاحنا لا احنا كل يوم بنشوف موجود، يعني الحمد لله ما فيش قناه اخذت يوتيوب غير قناه ثقافيه في العالم، يمكن نمره 2 كانت قناه مكتبه اسكندريه. خليني اخش معاك في حته ثانيه، لغه الارقام، مين اكبر مثلا حلقه عندك قدرت تعمل مشاهدات والارقام كانت عامله ازاي؟ لا عندنا طبعا الاعلاميه الاستاذه ايناس جوهر، طبعا كان في اهتمام شديد جدا. دي اكتر واحده جداً عملت ارقام. اه طبعا طبعا عندنا، وطبعا عندنا شاعر الحلمنتيشي طبعا المهندس ياسر قطامش. اه طبعا موجود. ويمكن جايه في السكه الدكتوره هاجر، لان صوتها مميز جدا جدا جدا. ايوه موجوده طبعا. ولا يعني الحمد لله رب العالمين في اهتمام كبير جدا، بس انا بستشعر ان دائما الناس بتحب تسمع الصوت اللي هي معتاده عليه او اللي هي بتحب تسمعه المريح. الصوت المريح. أيوة دول بالضبط. انت بتتكلم عن اساتذه. اه طبعا طبعا طبعا. فهو دايما احنا بنحاول، وان شاء الله مع مجموعه اعتقد الفنانين اللي موجودين في مهرجان الصيف هيكون في تفاعل اكثر، واحنا كمان بنستجيب. يعني بعض الناس بتطلب عايزه تسال اسئله معينه، في ناس كتير جدا كانت عايزه تعرف بعض التفاصيل. فان شاء الله ان شاء الله واحنا ماشيين بالبرنامج بيبتدي مع كل موسم ان شاء الله يتطور ونعمل له شكل كمان مختلف، بحيث انت لما تقدر تشوفه تكون مستمتع برضه. يعني احنا يمكن عاملين جو ليه علاقه برضه، واخدين جزء من المكتبه والاهتمام بالكتب، لان احنا دايما بنحاول نزق في الجزء ده، نزق في الجزء ده، والاساس النجاح في الدنيا هو القراءه. انت ممكن تنقل كمان افكار الكتب بقى ورسائلها، يعني بدل ما تتقري بالشكل التقليدي ان احنا نعرضها في البودكاست مثلا من خلال الضيوف او تجاربهم مع القصه او الروايه اللي قروها مثلا. دي الفكره فعلا اللي شغالين عليها الثانيه، بحيث ان احنا بنحاول نقرب. تعرف حضرتك في ناس كتير ما تقراش العدد الكبير من الورق ده اللي موجود في الكتاب. فاحنا بنحاول ده نقدمه بشكل مختلف، وان شاء الله ان شاء الله قريب هيكون في حاجات من دي كتير، مع رعايه ان برضه اللوك يعني الصوره وجودتها والشكل ده. صحيح. لان طبعا صحيح. هي دي كل التوفيق العين. كل صحيح. التوفيق. صحيح. ومبروك على التجربه اللي هتستمر في مكتبه اسكندريه للبودكاست. الاستاذ محمد رضا رئيس قسم الانتاج التلفزيوني بمكتبه اسكندريه، بنشكرك وبنصبح على حضرتك مره ثانيه. خلينا نتحول سريعا مع هلا الحملاوي وموجز لاهم واخر الانباء، اتفضلي هلا. شكرا مصطفى. الثامنة صباحا بتوقيت القاهره، الخامسه بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم.
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، تابع خلاله عددا من الملفات الاقتصادية والخدمية ذات الأولوية، وعلى رأسها الجهود المكثفة لإعطاء دفعة كبيرة للصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة في الصناعة المصرية. وأكد الرئيس السيسي في هذا الصدد توجه الدولة بدعم وتشجيع القطاع الخاص المصري والأجنبي لزيادة الاستثمارات الصناعية وتحقيق طفرة في حجم وجودة الإنتاج الصناعي المصري. كما تابع الرئيس السيسي مستجدات تطوير عدد من الملفات الخدمية ذات التأثير المباشر على حياة المواطنين، وخاصة في قطاعات الصحة والتعليم والسياحة، بالإضافة إلى جهود الحد من التضخم وضمان توافر السلع في الأسواق. أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ هجوم جوي بسرب من المسيرات على مقر قيادة الفرقة 91 شمال إسرائيل. وأوضح حزب الله في بيان أن الهجوم بالمسيرات استهدف تموضع واستقرار ضباط وجنود بقيادة الفرقة وأوقع فيهم قتلى وجرحى. من جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة ضابط وجندي جراء القصف الأخير من الأراضي اللبنانية. هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع حرائق في أماكن متفرقة بالجليل الأعلى جراء اعتراض عدة صواريخ انطلقت من لبنان. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي أن لواء كثير أحد ألوية الجيش أنهى تدريبات عسكرية على الجبهة الشمالية استعدادا لسيناريو الحرب المحتمل. وفقا لمصادر إعلامية إسرائيلية أشارت إلى أن التدريبات حاكت سيناريوهات قتالية على مستويات مختلفة، مع التركيز على الحركة في مناطق وعرة والتقدم في محاور جبلية وتفعيل النيران بوتيرة متصاعدة والقتال بمناطق مختلفة ونقل الجرحى. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن اغتيال هنية خطأ كبير ولن يمر من دون رد. وخلال استقباله وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أكد الرئيس الإيراني أن بلاده ستستخدم بلا شك حقها في الدفاع عن أمن إيران، مشيرا إلى أن اغتيال هنية هو انتهاك للقانون الدولي. أعلنت القناة 13 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اشترط إبعاد الأسرى المتهمين بالقتل لدولة ثالثة وليس إلى قطاع غزة أو الضفة الغربية، وعددهم نحو 150 فلسطينيا. وأوضحت القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن مصدر مسؤول أن هناك انتقادات حادة لنتنياهو في فريق المفاوضات. وأوضحت القناة الإسرائيلية أن هناك توقعات باستقالة ممثل الجيش نيتسان ألون، وأن نتنياهو بدأ يبحث عن بديل له. ورياضيا، يواجه منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم نظيره الفرنسي في الدور قبل النهائي من أولمبياد باريس 2024 في 10:00 من مساء اليوم. وأكد البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي لكرة القدم أن حلم الميدالية الأولمبية لا يزال ممكنا، وأن المنتخب سيفعل كل شيء من أجل تحقيقه. وتأهل منتخب مصر للدور قبل النهائي من المسابقة بعد فوزه على باراغواي بضربات الترجيح في دور الثمانية. انتهى موجز الثامنة، وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. كل يوم بنوعدكم ان احنا بنكون معاكم لحظه بلحظه وخطوه بخطوه في مهرجان العالمين، وبننقل فعالياته اللي بتحصل على الارض سواء رياضيه، ثقافيه، فنيه، غنائيه، كل اللي بيحصل من الفعاليات في مهرجان العالمين ونسب الحضور للمهرجان ومدينه العالمين والخدمات المقدمه بداخله من الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه. خلونا نروح دلوقتي لكريم بيبرز مباشره من مدينه العالمين ونتعرف منه على ابرز ما تم في المهرجان واللي لسه هيحصل في الايام اللي جايه. صباح الخير يا كريم. صباح الخير يا هبه، صباح الخير يا مصطفى، صباح الخير على جميع مشاهدي صباح الخير يا مصر. فعلا فعاليات مهرجان العالمين الجديده في نسخته الثانيه مميزه ومختلفه، طبعا هي متنوعه ما اختلفتش كتير عن مهرجان العالمين الجديده في نسخته الاولى، لكن دايما احنا بندور على ايه المميز، ايه الجديد اللي بنقدر دايما نقدمه سواء في المهرجان او في مدينه العالمين الجديده بشكل عام.
طبيعي جدا ان احنا حضرنا الفعاليات الرياضيه، فعاليات ثقافيه، فعاليات ترفيهيه، ويمكن من اهم كمان الحاجات اللي موجوده هنا انه فكره دمج الرياضه بفكره روح الساحل. الناس متعوده دايما انه الساحل الشمالي بنيجي فتره موسميه، بنيجي فتره الصيف بننزل البحر نقعد اسبوع مثلا او حاجه ونرجع تاني، لكن التوجه الفتره اللي فاتت ان مصر بتامل انه مدينه العالمين الجديده تصبح مدينه مستدامة بمعنى ان هي قابلة ان الناس تقدر تيجي وتعيش فيها طول الوقت، تقدر تيجي وتعيش فيها من تعليم، من صحة، من رياضة، توفير الوسائل كلها بشكل عام. مهرجان العالمين الجديدة بدأ البذرة زي ما بيقولوا، حط البذرة واللي فاضل ان احنا نسقيها. اكيد اتكلمنا كتير على فكرة البنية التحتية، تغيير البنية التحتية، تطور البنية التحتية، تحول مدينة العالمين الجديدة من مدينة العشرين مليون لغم لمدينة ساحلية سياحية، ولكن سياحية عالمية. يعني احنا اتكلمنا مع ناس كتير جدا مصريين وغير مصريين. طب خلينا نتكلم بقى عن تفاصيل المهرجان اكتر، واكيد هيبقى خير مين يتكلم معانا، هما المتحدثين الرسميين بالمهرجان، ويعني صديقنا والعزيز على قلبي جدا يعني كابتن ابراهيم عبد الجواب. هيما صباح الفل، و عايز اسمع منك كده، انت شايف المهرجان ازاي وشايف العالمين عامله ايه دلوقتي؟ كريم بصبح عليك، بصبح على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر، وعلى زمايلنا هبه حسين ومصطفى كفافي. العالمين حاجه في منتهى الجمال، يعني حاجه تخلي اي واحد فينا فخور بان المكان ده موجود على ارض مصر، مكان يبين لك قد ايه مصر في مكانه مختلفه ورايحة لتوجه مختلف ورايحة لجمهورية جديدة بسمات وشكل مختلف تماما عن سنين وعهود سابقة. في نقطة بس انت اتكلمت فيها مهمة جدا بالنسبة لي، احنا 60 أو 61% من شعبنا شباب اقل من 29 سنة، حوالي 36% اقل من 18 سنة. مع الظروف الاقتصادية اللي حصلت الفترة اللي فاتت، مع موضوع العملة، مع الكلام ده كله، بقى فيه توجه من الشباب المصري مختلف. اول حاجه هتلاقي قطاع كبير جدا من الجنزي ومن التين ايجرز بقوا بيلبسوا وبيستهلكوا منتجات مصريه. هتلاقي انه حتى الاكبر سنا، الاجيال الاكبر سنا، بقوا برضو نفس القصه بيستهلكوا وبيستخدموا منتجات مصريه. ده ليه بعدين، ليه بعد انه انت بتشجع صناعه بلدك، بتوفر عمله صعبه، بتوفر فرص عمل وبتقضي على بطالة، بتغير التوجه بتاع الناس اللي كان في فكرة ان احنا بلد مش منتجة، ان انت يبقى عندك صناعة حتى لو صناعات صغيرة. انت عندك اقتصادات على مستوى العالم كله كبرت ونمت وبقت من اعظم واهم الاقتصاديات او الاقتصادات في العالم كله بسبب الصناعات الصغيرة والمتوسطة. فانت النهاردة دور على صناعات كتيرة جدا ومنتجات كتيرة جدا هتلاقيها بتعمل في مصر. تعالى بقى طبق ده او شوف انعكاس ده على مهرجان العالمين الجديده، هتلاقي فكره عنوان بناء الانسان المصري، ان انت النهارده وانت بتبص على العالمين هتلاقي العنوان ده متحقق في كذا حاجه. متحقق في ان هي مدينه بتستوعب كل طبقات الشعب المصري، كل طبقات المجتمع المصري باختلاف خلفياتهم الثقافيه والماديه والاجتماعيه والتعليميه موجوده هنا. هتلاقي انه جزئية المنتجات المصرية هنا في منطقة الشاطئ، وانت شفت الكلام ده وانت بسم الله ما شاء الله يعني ما بتسيبش حتة في العالمين غير لما بتروحها وبتصور فيها وبتشوفها. كم المنتجات المصرية اللي موجودة حاجة في منتهى الحلاوة والجمال، واللي يبسطك بجد ان هي فعلا منتجات حلوة. يعني مش بنتكلم ان احنا بنقول كده عشان هي منتجات مصرية فاحنا متحمسين ليها، او ان احنا يعني بنضخم وبنبالغ في الجودة بتاعتها او في كفائتها. لا، انت اي حد يجي يبص على المنتجات دي معمولة بكواليتي حلو جدا، بخامات حلوة جدا تخليك تجيبها ويعني تستعيد بيها عن اي منتج مستورد انت كنت بتستخدمه قبل كده. يكفي ان انا اقولك ان احنا عندنا ماركة من الماركات، مش عايزين نقول الاسم عشان مبقاش اعلان، بس نفسي الناس تشوف المنتج ده تحديدا لان هو معمول بكواليتي هايلة جدا. عايز اقولك ان السنة اللي فاتت هم مصدرين للصين بتقريبا بحوالي $1,000,000. فإن أنت تبقى بتصدر برة المنتج ده تحديدا في الصناعة دي تحديدا اللي هي أصلا محصورة، أو الماركات الكبيرة فيها هي محصورة في دولة واحدة على مستوى العالم، فدي نقطة مهمة جدا. كمان خلي بالك أنت بتغير في السايكولوجي بتاعت
قطاع كبير من شعبنا. احنا بطبيعتنا شعب مش مجازف في حته البيزنس او البيزنس الخاص القطاع الخاص. يعني مثلا تلاقي حد معاه قرشين يقول لك طب انا احطهم يا عم في البنك واخد، مش عايزين نتكلم على يعني اللي يحطهم في البنك وياخد منهم فوائد وخلاص وتمام. لكن تعالى قول له اعمل مشروع يقول لك لا انا خايف اصل انا ما افهمش. الجيل الجديد مش كده، الجيل الجديد عنده الرغبه والحماسه والحميه والشغف ان هو يجرب واعمل بيزنس. وتشوف شباب زي الورد وزي الفل 20 سنه و 22 سنه وعاملين بيزنس اصغير بس عمال بيكبر وعمال يعلى ويجودوا فيه ويحسنوا الكواليتي فيه ويستحوذوا على جزء وشير من الماركت في القطاعات او في الصناعات اللي هم شغالين فيها. اصلا السبيريت دي، الروح دي، وطريقه التفكير دي، المايند سيت دي، دي نقطه مهمه جدا 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 ان انت يبقى عندك الشباب تبتدي تشتغل في حته القطاع الخاص ويبقى عندك صناعات. بالظبط. واسمح لي اضيف لك كمان يا ابراهيم، يعني هي دي فكره بالظبط كنا بنتكلم امبارح فيها مع وزيره التضامن اللي كانت موجوده امبارح هنا والشركه المتحده. كان من اهم الفعاليات اللي بيحاولوا ياكدوا عليها في مهرجان العالمين الجديد في نسخته الثانيه هي فكره الحاجات التراثيه المصريه زي منتج ديارنا على سبيل المثال، وان احنا ازاي نحافظ على جزء من ابراهيم كان بيتكلم فيه فكره الحفاظ على كمان انه يبقى فيه الشباب المنتج ان هو اللي يفكر هو اللي يعمل المشروع بتاعه. ده اللي كمان وزاره التضامن بتحاول تعمله مع الشركه المتحده في مهرجان العالمين خلال الفتره الجايه، ان هي تدي فرصه اكتر وازاي نقدر نروج بقى للفكر المصري اللي ابراهيم كان بيتكلم عليه من خلال المهرجان. ازاي نقدر نستخدم المهرجان ونستخدم رواج المهرجان في ترويج فكره انه الصناعه المصريه وترويج فكره انه الشباب يقدروا يعملوا فعلا. ده حصل اوريدي يا كريم على ارض الواقع. عشان كده انا بدعو كل الناس اللي ما جاتش العالمين تيجي، حتى لو هتيجي اليوم وتقدر تعمل ده، تيجي بدري الصبح تقضي يوم في الشاطئ، حتى لو انت مش حاجز هنا في حته، مش هتعرف تنزل في حاجه، معاك بادجت محدوده، تعالى الشاطئ المجاني اللي على اعلى مستوى، هتقضي يوم زي الفل، وتلاقي مكان تغير فيه لبسك وتاخد الشاور بتاعك وتطلع تتمشى في الممشى وتاكل حاجه تشرب حاجه. هتلاقي اغلب البراندز اللي موجوده هنا اغلبها كلها براندز مصريه، حتى على مستوى الاف ام بي الفود اند بافرج يعني المشروبات والاكل، هتلاقي براندز عالميه موجوده وبراندز مصريه موجوده. هتلاقي حاجات تقدر تشتريها من هنا، ملابس وغيرها من الاحتياجات اللي ممكن تحتاجها هنا في انت العالمين الجديده او تحتاجها في اجازتك تلاقيها مصريه. فكره اصلا التكامل ما بين القطاع الخاص والقطاع العام، يعني فكره ان الوزارات تبقى موجوده زي ما انت تفضلت وقلت، الدكتوره مايا مرسي كانت موجوده امبارح، فهي موجودة بتشوف الـ الـ الشغل اللي موجود والقطاع الخاص والشباب مقدمين ايه. النهاردة لما اكون انا مسؤول موجود على ارض الواقع واشوف واحد من القطاع الخاص عنده مشكلة معينة، لما بيقابلني فيس تو فيس ويشرح لي مشكلته وانا اسمعها منه كمسؤول واعمل تدخل سريع اصلح له مشكلته دي، الراجل ده بيحس طول الوقت بالامتنان للدولة وللبلد وللمسؤول وللحكومة، لان هو بيحس ان هم في ظهره عشان ينجحوه، بيحس ان هم في ظهره عشان يخلوا البيزنس بتاعه ده يكبر وينمو ويبقى احسن. اوتوماتيكلي ده هيعود على البلد بالنفع، لان الراجل ده هيشغل ناس اكتر والصناعه بتاعته او التجاره بتاعته هتنجح، فبالتالي هنفيد الاقتصاد بتاعنا. دي واحده من اهم الفوائد اللي انا بشوفها في فكره وجود المسؤول على الارض، ان هو يشوف الكلام بعينيه، ما يبقاش بس قاعد على مكتبه وتقارير بتترفع له او حاجات بيشوفها عن طريق التلفزيون ولا عن طريق السوشيال ميديا، يبقى بيشوف الكلام على ارض الواقع، لان اكيد هو هيشوف بعينيه حاجات والتواصل مع الناس بيبقى ليه اثر مختلف. فده احنا شايفينه هنا، عشان كده بقول لك انت بتشوف هنا كم مشاهد تحسسك ان لا في تغيير جذري في بلدنا. ومن اول بقى ان انت زي ما كنت بديت كلامك ان انت بتتكلم على مكان كان صحراء ملغمه بقى مدينه بحيه زي ما احنا شايفينها، بتشوف فيها مظاهر كتيره لتفاصيل احنا كنا بنحلم بيها بننادي بيها بنطمح اليها بنتمنى في يوم من الايام ان احنا يبقى عندنا منتجات مصريه على نفس هذه الدرجه من الكفاءه والجوده. كنا بنتمنى، انت من امتى كنت بتشوف المسؤولين موجودين بهذه الكثافه ونازلين وبيتكلموا مع الناس وبيرحبوا بيهم وبيسمعوا منهم وبيتصوروا؟ القرب ده بيفرق جدا 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 في علاقه الشعب او علاقه المواطن مع متخذ القرار، فدي واحده من اهم الايجابيات بصراحه. وعايزين برضو ما ننساش نشكر الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه، لان بصراحه كم الفعاليات اللي هم عاملينها، هم عارفين موفر لك البلاتفورم المنصه اللي من خلالها اي حد بيخش سواء قطاع خاص او قطاع حكومي بيقدر يعمل شغله مظبوط. النهارده لو انا النهارده مش موفر المنطقه الشاطئيه دي هيجي القطاع الخاص فين؟ ما هو القطاع الخاص يعني الملعب اللي بيتلعب عليه ماتشات الكوره ده التنظيم من شركه مصريه،
الصناعه بتاعه النجيله. على فكره احنا عندنا شركه برضو مش عارف اقول مش عايز اقول اسمها عشان ما يبقاش اعلان. الشركه اللي عامله النجيله بتاعه الملعب ده واحده من اكتر الشركات اللي بقت ليدنج في افريقيا دلوقتي في صناعه النجيل الصناعي باحدث الطرق المتطوره وباحدث الطرق الجوده او تقنيات انتاج النجيل الصناعي على مستوى العالم على فكره مش بس مستوى افريقيا، وبقت بتصدر ده وبقت بتعمل ملاعب في افريقيا وفي بعض الدول العربيه. فانت النهارده لو انت لو المكان ده اصلا مش موجود، لو المكان ده مش مجهز، ما انا النهارده كشركه متحده بعمل لك والناس المسؤولين طبعا عن جهاز مدينه العاملين الجديده بوفر لك البلاتفورم او المنصه اللي انت من خلالها يقدر منتجك يبروز، سواء بقى كمنتج رياضي، منتج خدمي، منتج صناعي، منتج تجاري. لو ما انا بوفر لك الاليات والبلاتفورم اللي من خلاله منتجك ده بيتبروز وبيبان وبيظهر اوتوماتيكلي، انت العائد عليك بيكون كبير، وبالتالي العائد على البلد بيبقى كبير، عائد على مدينه العاملين ومنه العائد على البلد بعد كده بيبقى كبير. النهارده اي حد بيجي من بره، اي حد اول مره يجي زي حالتي كده العالمين، بيشوف كل حاجه ميسره، بتلاقي كل حاجه محطوطه في مكانها، ودي من الحاجات اللي دايما كنا بنحلم بيها، ان انت كل حاجه تبقى في مكانها المظبوط. فطبعا كل الشكر للمتحده للخدمات الاعلاميه على المجهود بصراحه الجبار اللي هم عاملينه هنا، ومن قبلي الشكر لكل الناس القائمه على مدينه العالمين، لان هي فعلا حاجه اي حد بيحب البلد هيفخر بيها. اسمح لي اخد من كلامك فعلا ونخرج لنقطه مهمه جدا، فكره انه الجهات التنفيذيه تنزل فعلا على ارض الواقع، دي كانت توجهات الحكومه الجديده وتوجهات سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بان الحكومه الجديده لازم تنزل بالفعل وتشوفوا ده اللي شفناه. يعني بالفعل زي ما ابراهيم كان بيتكلم دلوقتي انه الوزراء بيجوا موجودين، سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه كان موجود من فتره، الوزراء بينزلوا يتفقدوا، بيشوفوا المشاريع، بيشوفوا وصلنا لحد فين، وده الحقيقه اللي بيقلل الفجوه زي ما ابراهيم كان بيتكلم دلوقتي ما بين المواطن والإرادة السياسية أو ما بين الجهة التنفيذية من الحكومات، عشان نقدر نوصل لحاجة حقيقية نستفيد بيها على أرض الواقع. وزي ما كنت بتكلم إبراهيم دلوقتي على فكرة الملاعب، يعني إحنا حتى دي جزء من الصناعة المصرية، فده هيروج أكتر. فكرة بقى الرياضة تحديدا، ودي ملعبك، يعني عندنا الملاعب لأول مرة موجودة على الشط، ملعب كرة القدم، ملعب كرة السلة، البادل، غيرها. شايف ده ازاي ممكن يأثر بشكل عام في التوجه الرياضي في مصر؟ يأثر ازاي على اللعيبة؟ ازاي ممكن يبقى حاجة مستدامة فعلا؟ هقول لك واحد من اكتر الحاجات والاسباب. احنا دلوقتي حتى في الكورة في الاستوديوهات وفي البرامج الرياضية بنتكلم بنقول احنا المواهب عندنا قلت شوية. لما تيجي تشوف الموضوع ده من جذوره هتلاقيه سببه الاساسي ايه؟ ان ما بقاش عندك مساحات كتيرة الناس بتلعب فيها. انا وانا عيل صغير كنت بتلعب فين؟ بتلعب في الشارع. انت النهارده قول لي مين يقدر يخلي ولاده ينزلوا في الشارع؟ ده الناس اللي ساكن في جيتد كومباوند بيساعد بيقلق ويخلي يقول لك لا يا عم اصل ابني لو نزل. احنا برضو بقينا محسوكين شويه مع عيالنا مش زي قبل كده، احنا بقينا مع ان هو المفروض ينزل ويتعامل ويشوف ويخبط في الدنيا عشان شخصيته تتشكل وتتكون. فانت النهارده لما تكون موجود في مدينه، خلاص احنا ما بنتكلمش على العالمين ان هي منتجع ولا مقصد سياحي فقط لا غير، بنتكلم على مدينه. لما انت تكون ماشي في المدينه دي، يعني واحد من اهم اسباب تميز مثلا الولايات المتحده الامريكيه في كره السله ان انت في كل نيبرهود هناك زي ما بيسموه هتلاقي بورد بتاعت سله وبيلعبوا، فاهم ازاي؟ فخلاص فانت عندك قاعده مهوله من الناس اللي بتمارس كره السله. فلو انت القاعده بتاعتك مثلا سي مثلا 50 مليون، اكيد يا عم هتطلع منهم 50,000 سوبر السوبر، يعني توب التوب، فاهم ازاي؟ نفس القصه. انا النهارده لما الاقي في مدينه ملاعب، ده على فكره ملاعب اللي كريم تفضل وقال عليها دي كلها بالمجان، يعني انت جاي بشنطتك دخلت رحت فاتح الشنطه مغير اللبس داخل لاعب، شكرا ما حدش قال لك انت بتعمل ايه. حلو، لما انا كتر الملاعب دي في كل حته في مصر، خلاك برضو انت عندك تخطيط لمدن سابقه ما كانش مجهز ليها الكلام ده، فلما انت تاخد بالك في المدن الجديده زي مدينه العالمين ان انت عامل في كل حته ملاعب مفتوحه. انا النهارده راجل رب، وهنا انت بتراعي بعدين، بعد اجتماعي وبعد رياضي. بعد اجتماعي ان انا مثلا رب اسره ما عنديش مقدره اودي ابني نادي، ما عنديش فلوس ان انا اخليه يدفع اشتراك كل شهر او اشتراك كل سنه برقم يرهق ميزانيتي الشخصيه او ميزانيتي العائليه، فانا عندي متنفس لابني او بنتي ده ان هو ينزل يلعب، ولو تفوق هيبقى عنده فرصه ساعتها انه يروح نادي، فالنادي ده هو اللي هيتحمل كل اعباء وتكاليف الاعتناء بموهبته. فكده انا حققت بعد اجتماعي مهم جدا ان الشاب ده سواء بنت او ولد بقى عندهم متنفس، عنده متنفس يطلعه ويطلع طاقته دي في حاجه مفيده زي الرياضه، بدل ما هو بيطلعها مثلا في اي حاجه تانية. بقى عندي
شكل من أشكال التقدير والاحترام للمواطن اللي هو أوتوماتيكلي هيعود من المواطن على البلد وعلى الحكومة اللي موجودة. عن طريق إيه؟ عن طريق إن حاسس إن الناس دي شايفاني وشايفة الأعباء اللي ممكن تكون موجودة عليا، فبتحاول تساعدني إن هي بتعمل حاجة ليا ولعيالي. ما يرهقنيش بقى بسؤال ابني ولا بنتي، أنا عايز أروح النادي، ادينا فلوس نروح نشترك، طب مش عارف ايه، احنا ما عندناش فلوس نروح نشترك في نادي. فانا وجد المتنفس يقدر يعمل فيه، وده المتنفس اللي كان موجود. بقول لك زمان قبل كده كنا في الشارع بتنزل تلعب كوره، وكان عندك الحواري والشوارع مليان لعيبه كوره، تمام. ده البعد الاجتماعي. البعد الرياضي ان اوتوماتيكلي كل ما زودت، يعني احنا عايز اقول لك احنا قاعده ممارسي كره القدم المسجله في الاتحاد المصري لكره القدم، انا بتكلم على الكوره بحكم ان هي اللعبه الشعبيه الاولى، يعني رقم يضحك مش عايز اقوله عشان انا مكسوف ان انا اقوله، يعني مقارنه بالتعداد السكاني لجمهوريه مصر العربيه حاجه تضحك. ما ينفعش ان احنا دوله تعدادها بالملايين يبقى الممارسي كره القدم عندنا بالالافات. ما فيش حاجه كده، مش حاجه كده، يعني ما فيش. فانت كل ما كترت البلاتفورم، ارجع اقول لك بقى، كل ما كترت البلاتفورم او المنصات اللي من خلالها الشباب يلعبوا رياضه، اوتوماتيكلي بتزود القاعده بتاعه الممارسه، وكل ما زودت قاعده الممارسه اوتوماتيكلي ده بيصب في قاعده المحترفين، ان نسبه المميزين منهم، نسبه المحترفين منهم بتزيد، وبالتالي ده بيعود على قطاع الرياضه. فبدل ما انت تبقى بتستهدف مثلا في الاولمبيكس او الاولمبيات اللي شغاله دلوقتي مثلا، سي مثلا اقصى طموحك تحقق 10 15 ميداليه، ده لو حققتهم تبقى لا انت رايح، انا بتكلم على 100 ميداليه، انا راح بتكلم على 50 ميداليه، على 60 ميداليه. نحلم ونشتغل ده، لان احنا قادرين على مستوى الجوده بتاعت الفرد المصري. لما بيحط حاجه في دماغه بنكسر الدنيا على مدار التاريخ، لما بنحط حاجه في دماغنا بنحققها، وربنا بينصرنا فيها وبيكرمنا فيها وبيوفقنا فيها. الحاجه الثانيه، انت عندك شعب اكتر من نصه شباب، عندك توجه من القيادة السياسية بدعم الشباب، ببناء إنسان بشكل مختلف، بتذليل عقبات قدام الـ كل الوزارات عشان توجد شكل مختلف للمجتمع المصري. فلو ما استغلتش ده، طب هتستغله امتى؟ فعلا ابراهيم، يعني يمكن دي من الحاجات المهمه جدا، وعجبني قوي ان انت مركز على فكره بناء الانسان، وده اللي احنا بنسعى فعلا، دي الدوله بتسعى الفتره اللي فاتت ازاي نقدر نبني انسان، نبنيه اجتماعيا، نبنيه تعليميا، نبنيه رياضيا. وتوجه الدوله لبناء الانسان، مش بس الانسان مش محددها فئات معينه، من اهم الحاجات اللي حضرناها كمان الحقيقه في مهرجان العالمين هي الاهتمام بذوي الهمم. ذوي الهمم كان ليهم دور مهم جدا، موجودين معانا في مهرجان العالمين الجديده في نسخته الثانيه، واتكلمنا معاهم وشفنا كمان ارائهم وشفناهم بيلعبوا باسكت وبيلعبوا كره سله على الهاف كورت، ملعب كره السله اللي موجود برضو على الشاطئ. شايف اهتمام ذوي الهمم بذوي الهمم في مهرجان العالمين الجديده ازاي، وايه كمان اللي ممكن نعمله عشانه؟ بص، دي واحدة من الحاجات اللي مهمة جدا جدا وفرقة معايا جدا جدا، لأن أنا بحب أتكلم باللي جوه قلبي والكلام الواقعي مش الكلام البلاستيك. يعني دي حاجة من الحاجات اللي كانت بتضايق أي حد فينا لما يخش أي مكان في مصر ويحس إن هو مش مجهز، يحس يعني إنه أي حد من ذوي الهمم من إخواتنا وأهلنا تحس إن هو بالبلدي كده بيتعستف عشان يتلقى خدمة أو يشتري منتج أو لأن البلاتفورم مش مجهز. زي أرجع أقولك، يعني جزئية البلاتفورم، أنت لما بيكون مجهز بنية تحتية مجهزة على أحسن وأعلى مستوى، أي حاجة بعد كده بتبقى سهلة، بمجرد أنت بتسكن بس كل حاجة في مكانها. إحنا الشاطئ اللي إحنا موجودين فيه ده شاطئ ذوي الهمم، يعني في ورا الكاميرا جماعة، ورا الكاميرا على طول هتلاقوا فيه ممر خشبي كده موجود، ممر لأي حد من إخواتنا ذوي الهمم على ويل شير، كرسي متحرك، يقدر إن هو ييسر لي إن هو يبقى مش يقعد بقى يقف بره، وبعدين يشوف طب مين حد، لو حد مثلا بيساعده يشوف طب مين اللي ممكن يساعد معاه تاني، طب يشيله الكرسي. فأنت كده بتخلي تجربته مش هقولك مؤذية، بس هقولك على الأقل يعني متعبة أو سلبية. انت هنا بتيسر له كل حاجه، فهو بيجي يوم يبقى مبسوط. انا شفت في الاوتيل اللي انا موجود فيه واحده من السائحات الاجنبيات، يعني كان عندها اصابه، شفت تحرك الناس ازاي السريع، جابوا لها ويل تشير، كرسي متحرك، والدنيا سهله وسلسه، وفي مطالع ومنازل والدنيا ومكان تقعد فيه، الدنيا سهله. الدنيا بص، اكتر حاجه مهمه جدا جدا، واحد من اهم العناوين المهمه في العالمين الجديده، إنه مكان بيستوعب الجميع، مدينة تستوعب الجميع بالمعنى الحرفي للكلمة.
الجميع من اول اختلافاتنا في كل شيء، من اول اختلاف طبقاتنا الماديه الثقافيه التعليميه في كل حاجه، هتلاقي المكان ده بيستوعبك بيحترمك بيقدرك. والله العظيم والله العظيم وربنا يعني حاسبني على اللي انا بقوله، انا ما كنتش متخيل ان الموضوع بالجمال ده زي ما جيت شفته. يعني انا لما جيت هنا شفت حاجات بقيت فرحان جدا بيها. على فكره عندنا حاجات محتاجه تانية تتعمل وحاجات تبقى افضل وحاجات تتحسن، مفيش حاجه في الدنيا ولا اي حد فينا في الدنيا كامل، كمال لله وحده. ومش معنى اللي احنا بنقوله ان كل حاجه خلاص 10 على 10 ومفيش حاجه تتحسن، لا طبعا، بس انت لاقي حاجه على الطريق الصح، لاقي حاجه منوره، لاقي حاجه حلوه، لاقي حاجه بتزيد. احنا كل يوم عن التاني، انا قاعد هنا بقالي تقريبا داخل على 10 ايام اهو، كل يوم عن التاني انت بتشوف حاجه بتبني جديده، بتشوف حاجه بتتحسن، بتشوف ناس بيجي يجبر خاطرها ومبسوطه وفرحانه بيوم بتقضيه هنا، بتشوف رب اسره جايب عياله وكان عمره ما يجي في باله ان هو يقضي يوم في الساحل، ويبقى شايف وكان شايف دايما ان ده مرهق لميزانيته وان احنا مش هنقدر نستحمل ده اولاد وده هيبقى بادجت كبير علينا. هو جاي وبيتبسط مع عياله وبيتمشى وبيشوف البحر وخلي بالك الموضوع ده يبدو في وجهه نظر بعض الناس حاجه بسيطه، بس هي حاجه كبيره جدا. وده فعلا ابراهيم خير ختام لكلامنا النهارده، انه فعلا المدينه العالمين الجديده هي خير من يعني حتى الان يجمع كل الفئات، هي مش مقتصره على فئه معينه، كل الناس تقدر تيجي، الاسر تقدر تيجي باطفالهم بالشباب، الناس من بره تقدر تيجي محليا وعالميا، كله بيشارك في مهرجان العالمين الجديده في نسخته الثانيه. بشكرك شكرا جزيلا ابراهيم عبد الجواد على بصراحه انت ما شاء الله واحد من الناس المميزه جدا المحترمه جدا الدؤوبه جدا، ما فيش مكان تقريبا في العالمين ما بتبقاش موجود فيه، فانا اللي بشكرك والله على مجهودك الكبير والمميز اللي انت عامله من بدايه الفعاليات وان شاء الله لغايه ختامها باذن الله. شكرا ليك جدا يا ابراهيم، وشكرا على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر على القناة الأولى. وزي ما شفنا كده يعني فكرة العالمين الجديدة هي بذرة نقدر نبني عليها حاجات كتيرة جدا، سواء بناء الإنسان بكل يعني الجهات المختلفة، رياضيا اجتماعيا صحيا، وزي ما إبراهيم كان بيتكلم دلوقتي هو الهدف ان احنا نطور لقدام، الهدف ان كل يوم حاجة جديدة بتحصل ونشوفها بعيننا فعلا، ما يبقاش بس مجرد شعارات. دي كانت الصورة، ولكن ده لا يقتصر مهرجان العالمين لا يقتصر على ده بس، لكن الفعاليات الثقافية والترفيهية على المسرح الروماني والمسرح المختلف والمنطقة الترفيهية لسه مستمرة، وهنتابعها مع بعض أكيد لحد آخر المهرجان. برجع لكم مرة تانية. صحيح يا كريم، استراتيجية بناء الإنسان المصري والشكل السليم لهذا البناء سواء من النواحي الصحية أو التعليمية هي الأساس، وطبعا الترفيهية والثقافية. أنا بشكرك كريم بيبرز إبراهيم عبد الجواد على الصورة اللي نقلتها لنا النهاردة من مهرجان العالمين، ودايما هنكون معاكم لآخر التطورات هناك أول بأول. عايز أقول لك يا هبة إن الصورة في العالمين يعني تبدو إن هي مجموعة فنادق ومجموعة منتجعات وخلافه، ولكن اللي راح هناك هيعرف ان هي مدينه حيه متكامله فيها كل المرافق وفيها فرص عمل وفيها جامعات وفيها مدارس وفيها بنيه تحتيه تاهل ان هي تكون اسكندريه جديده على شاطئ المتوسط ان شاء الله. وهو فرصه نخرج من الوادي الضيق والدلتا الضيقه اللي دايما يعني بندعو اليها وبنقول للناس عليها. فاصل ونرجع لكم تاني. أخبار الدوري المصري الممتاز وأولمبياد باريس 2024 كلها معانا، أهلا بيكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية محليا وعالميا. فاز بيراميدز على زد 2-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم باستاد الدفاع الجوي في المباراة المؤجلة من الجولة 29 ليؤجل حسم الأهلي للقب الدوري للمباراة الجاية، عشان كده بيرتفع رصيد بيراميدز ل 73 نقطة في المركز الثاني وبيتجمد رصيد زد عند 47 نقطة. حقق فريق الأهلي فوز كبير على المقاولون العرب 4-0 في المباراة اللي جمعتهم امبارح ومؤجلة من الجولة 23 لبطولة الدوري المصري الممتاز. بالفوز ده بيصل فريق الأهلي للنقطة 78 في صدارة الدوري، وبيتوقف رصيد المقاولون العرب عند 25 نقطة في المركز 17.
المنتخب الوطني لكرة اليد فاز على المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 34-27 في ختام دور المجموعات لتحديد مراكز مجموعته في أولمبياد باريس 2024 بعد ضمان التأهل إلى ربع النهائي بالفوز على النرويج بنتيجة 26-25. ومنتخب سلاح الشيش للرجال احتل المركز الثامن في منافسات الفرق بأولمبياد باريس 2024 بعد الخسارة من كندا بنتيجة 45-38 في تحديد المراكز. منتخب رجال سلاح الشيش خسر قبل كده من المنتخب الأمريكي بنتيجة 45-35 في ربع نهائي منافسات الفرق بأولمبياد باريس 2024. الصربي نوفاك جوكوفيتش أحرز ذهبية أولمبياد باريس 2024 بعد الفوز 7-6 7-6 على الإسباني كارلوس ألكازار في نهائي فردي التنس للرجال. والجزائرية كايليان مور توجت بالميدالية الذهبية لمنافسات العارضتين في الجمباز بعد أداء كبير لتحرز الميدالية الذهبية الأولى للعرب في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. أميرة أبو شقة لاعبة المنتخب الوطني للرماية ودعت منافسات دورة الألعاب الأولمبية والمقامة في باريس بعد عدم تمكنها من التأهل إلى النهائيات. احتلت اللاعبة المصرية المركز 29 في منافسات السكيت الحفرة حيث يتأهل فقط أصحاب المراكز الستة الأولى إلى النهائيات. كده خلصت نشرتنا الرياضية، بس أكيد في تفاصيل أكتر محتاجين نعرفها عن عالم الرياضة، عشان كده هنرجع مرة تانية هنا في الاستوديو لهبة ومصطفى. طبعا يا هلا، أنا بشكرك. ومنافسات الرياضة مستمرة، والنهاردة المباراة المرتقبة. حديثنا الرياضي بامتياز اللي جاي معاكم دلوقتي، وكل بينتظر بشغف مباراة المنتخب الوطني الأولمبي في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024. أسئلة كتير، الاستعداد للفريق إزاي، استراتيجيات اللعبة هتكون، والمدرب ميكالي، وإيه الخطة اللي حاططها قدام منتخب فرنسا. كل ده هنعرفه حالا من ضيفنا في الاستوديو. أعتقد أن كل الأمال معلقة حوالين الشباب الصغير اللي ممكن يقدر يعني يطلع المصريين على مسرح الأولمبياد ويقدر يعمل فرق في المعادلة الخاصة بالميداليات الذهبية. وصلنا للمربع الذهبي في حد ذاته أمل كبير أو حلم ما كناش بنحلم به. رحبوا معنا بضيفنا الناقد الرياضي الأستاذ أمير نبيل، هيكلمنا تحديدا على تفاصيل المباراة المرتقبة ما بين مصر وفرنسا. أهلا بك يا كابتن أمير. صباح الخير، تحياتي لحضرتك أستاذ مصطفى والسابقة، تحياتي لكم كل السادة المشاهدين. الناس بصة ازاي والنقاد الرياضيين بصين ازاي لمنتخب مصر الأولمبي؟ شباب صغير قدر يعني يعمل معادلة ما كناش يمكن متوقعينها، وقدر يوصل للمربع الذهبي. توقعتك ايه للمباراة دي، وتوقعتك ايه للمنتخب او للشباب دول؟ يعني ما فيش شك الحالة العامة اللي خلقها المنتخب الأولمبي في الشارع الرياضي المصري، وحالة التفاؤل والترابط حوالين المنتخب، وفكرة ان فريق جماعي او لعبة جماعية تحقق او تقترب من تحقيق ميدالية، فدي ده في حد ذاته انجاز كبير جدا. معروف دايما الألعاب الجماعية مش هي اللي هي يعني من فرسان الرهان بالنسبة ل يعني المنافسين في الأولمبياد. دايما بيبقى عندك لاعب مميز في الجودو، لاعب مميز في السلاح المبارزة زي يمكن بطلنا محمد السيد اللي حقق البرونزية، ونأمل بيبقى ان يبقى في ميداليات اخرى. لسه في منافسات مستمرة حتى يوم 11 اغسطس في فعاليات الأولمبياد، ولكن الاربع العاب الجماعية تحديدا اللي شاركت كرة اليد وكرة الكرة الطايرة وكرة القدم والطايرة الشاطئية اللي تعتبر برضو من العاب الجماعية، يمكن اليد والقدم مستمرين حتى الان. اليد والقدم هم الابرز، هم اللي عاملين نتائج حلوه. صحيح، مستمرين لان هم عودونا الحقيقه في المحافل الكبرى خصوصا منتخب اليد، ولكن منتخب القدم ايضا زي ما حضرتك ذكرت فاجئنا مفاجأة الحقيقة، وأكبر من التطلعات أو التوقعات بالنسبة لما يمكن أن يصل ليه المنتخب بهذه المجموعة من اللعيبة. برضو مش عايزين ننسى الظروف اللي خاض فيها المنتخب استعداداته للأولمبياد، فكرة برضو أن هي مش ضمن الأجندة الدولية، بتدي الحق الأندية أكتر أنها تحتفظ بلاعبتها. ده يمكن بيخلف معاناة شوية للجهاز الفني بقيادة روجيريو ميكالي المدير الفني البرازيلي اللي لمسته باينة بشكل واضح جدا مع المنتخب، أنه يقدر يحصل على مجموعة اللاعبين الموجودين عنده. لكن وصوله للدور نصف النهائي وتخطيه عقبات مهمة جدا في الطريق إلى مربع الذهبي، زي منتخب أسبانيا فاز عليه في دور المجموعات عشان يتصدر ترتيب المجموعه اللي وصفته الصحافه العالميه بالمفاجاه، حتى الصحف الاسبانيه نفسها اتكلمت عن الموضوع. احنا منتخبنا خد اربع مباريات وكانوا يعني
كل واحدة فيهم متميزة عن التانية، لكن أكتر واحدة فيهم كان أمام أسبانيا. صحيح. بتتوقع إيه النهاردة وإزاي ممكن خطط ميكالي في اللعب تكون هيواجه بيها المنتخب الفرنسي؟ بالتأكيد طبعا هي مواجهة صعبة، يعني بخلاف أنه المنتخب صاحب الأرض والجمهور، وبنشوف إزاي يعني الدعم والمساندة اللي بيقدمها الجمهور الفرنسي لكل ما هو فرنسي في المنافسات، مش بس كرة القدم، لا كل المنافسات الفردية والجماعية في دعم فرنسي كبير جدا للاعبين اصحاب الارض. اكيد منتخب قوي، منتخب فرنسا بقياده تييري هنري المدرب او النجم الاسطوري الشهير في لاعب ارسنال السابق، واللي يعني بيضم برضو قائمه مجموعه مميزه من اللاعبين المحترفين في الدوريات الاوروبيه كلها، في الدوريات الخمسه الكبرى، وكلهم او اغلبهم بيشاركوا بانتظام مع انديتهم. يمكن النهارده بيفتقد الاثنين من العناصر المهمه في خط الوسط، انزو ميلوت لاعب خط الوسط اللي خد بطاقه حمراء على مقاعد أو بعد نهاية المباراة أمام الأرجنتين، وأيضا مانو كوني لاعب خط الوسط، الاثنين دول مش موجودين، ده بسبب أيضا تراكم البطاقات، لكن عنده تشوتار لاعب برضو اللي بيعتمد عليه في خط الوسط، وأيضا أعتقد عنده بدائل أخرى في خط الوسط من اللعيبة اللي بيقدر يعتمد عليهم. لكن العناصر المهمة طبعا والبارزة في المنتخب الفرنسي زي ألكسندر لاكازيت المهاجم صاحب 33 سنة اللي ضمه فوق سن تيري هنري، بيثق فيه وفي قدراته، وهو فعلا كان عند حسن ظنه وفي اختياراته. في المقابل طبعا ميكالي أكيد عامل حسابه على قوة وأداء المنتخب الفرنسي بشكل كبير جدا. متشوقين قوي النهارده. أكيد أكيد طبعا، يعني المنتخب عشمنا يعني بلغة الكرة كده أنه هو يقدر يواجه أي منتخب، وده يمكن كلام ميكالي للعيبة وكلام اللعيبة نفسهم، اللعيبة الكبار تحديدا زي محمد النني، زي زيزو اللي كان ليهم دور مؤثر في قائمة في يعني التواجد مع مجموعة العناصر الشابة، وإزاي قدروا ينقلوا لهم خبراتهم وقدروا يحفزوهم أنه تقدر تواجه أي منافس طالما أنت ملتزم تكتيكيا في الملعب وبتقدم اللعب عليك، تقدر ان انت تواجه اي منتخب. على ارض الواقع المنتخب الفرنسي دفاعه قوي، ما دخلش فيه ولا جون، قدر ان هو يخرج منتخب الارجنتين. تفتكر تيري اونري هيقدر يعمل ايه مع المنتخب المصري؟ يعني محضر خطه مختلفه، هو اكيد شاف مبارياتنا واكيد عارف ان هو دفاعه قوي، يعني ممكن توقعاتك لخطته هتبقى عامله ازاي؟ هو طبيعي، يعني حتى تييري هنري اتكلم عن المنتخب المصري وقال ان هي مواجهه لن تكون سهله، واحنا يعني تابع اكيد المنتخب المصري في الفتره اللي فاتت او في المباريات الاربعه. منتخب فرنسا قوي دفاعيا بشكل كبير زي ما حضرتك ذكرت، لم يستقبل اي هدف، ويمكن الثنائيه الدفاعيه لوكيبا وبادي الثنائي الدفاعي ده تحديدا هم الاكثر تميزا والاكثر ثباتا، وبيعتمد عليهم بشكل يعني قوي بشكل منتظم المدرب تييري هنري. طريقه اللعب المعتاده اللي بيعتمد عليها 4-3-1-2 يمكن ما بيغيرهاش كتير، لكن يعني هي اللي بتحققه له الغرض ما بين التوازن ما بين الدفاع والهجوم، بيقدر يعمل يستغل الاطراف بشكل جيد جدا. وايضا المحور الاساسي للعب المنتخب الفرنسي بجانب الثنائي الهجومي لاكازيت وجون فيليب ماتيتا اللي هما الاثنين فوق السن بالنسبه للمنتخب الفرنسي، ايضا مايكل اوليس اللاعب المنتقل حديثا لبايرن ميونخ الالماني، ده يمكن برضه بيلعب تحت رؤوس الحربه وبيقدم اداء مميز جدا، يقدر يحرك اللعيبه اللي حواليه، عشان كده لازم يبقى فيه رقابه جيده عليه هذا اللاعب صاحب القدرات المميزه جدا، ولاعب صغير وايضا يقدر يصنع الفرق بالنسبه للمنتخب الفرنسي. لكن ايضا عنده انطلاقات في الاجناب مميزه المنتخب الفرنسي، حتى الظاهرين بيقدموا دعم هجومي كبير، عشان كده لازم دايما غلط في اراء كتير كمان بتسال بقى المباراه هيحصل فيها ايه، لان زيزو اتصاب في المباراه اللي فاتت، صحيح هو اتعالج بس احنا لسه مستنين هينزل الماتش ولا لا. في حاله ان زيزو ما نزلش مين ممكن يكون بداله؟ هو طبعا يمكن الـ بحسب الجهاز الطبي للمنتخب الاولمبي، زيزو يعني تماثل الشفاء بشكل كبير واستجاب للجلسات العلاجيه بشكل مميز، ويتبقى فقط القرار الفني. لكن طبعا بخلاف زيزو يمكن في ايضا احمد عيد خرج من قائمه المنتخب وشارك محمد حمدي، تم استدعائه مكانه انه يبقى موجود. اعتقد بعدم وجود زيزو ربما يتغير الشكل الهجومي شويه بالنسبه للمنتخب، ربما يكون احمد نبيل كوكا له دور في وسط الملعب اكتر في الاعتماد عليه، يمكن هو لاعب جوكر شويه بيقدر يعتمد عليه ميكالي في اكتر من مركز، يمكن اعتمد عليه في غياب كريم الدبيس في المباراه اللي فاتت كشارك كبديل الدبيس في المباراه امام باراجواي. لكن ايضا بوجود ابراهيم عادل ومحمود صابر ايضا اللاعب المميز اللي بيقدر يعتمد عليه في مهام عديده في وسط الملعب الهجومي ميكالي،
الى جانب طبعا راس الحرب اسامه فيصل وابراهيم عادل. ممكن الشكل ده يعوض شويه او التركيبه دي ممكن تعوض شويه. الماتش النهارده الساعه كام؟ هيبقى الساعه 10 في 10 مساء بتوقيتنا. بتوقيت ان شاء الله. طيب كويس قوي عشان نذكر كده يعني كل هيسبقنا طبعا مباراه المغرب واسبانيا. نتمنى نهائي عربي مستنيين النتيجه. هيبان بقى احنا هنواجه مين بقى. باذن الله نتمنى التوفيق لمنتخبنا ونتمنى ميداليه اولمبيه يعني تبقى حاجه تاريخيه بالنسبه لنا. نتمنى نهائي عربي دي افضل. ده افضل جمله طبعا. طيب ظهر اسماء كتير في المنتخب اعتقد ان ممكن يجي لهم وعود احتراف واعتقد ان ممكن يعني حتى اعين الصحافه المصريه تبقى متجهه ليهم بشكل. ابراهيم عادل على سبيل المثال ثلاث اجوان وانت قلت لسه من شويه كذا حد. يعني تفتكر مين ابرز الوجوه اللي ممكن نراهن عليها في الفتره اللي جايه؟ هو ما فيش شك ابراهيم عادل خطف الانظار. يمكن الصحافه العالميه اوريدي بتتكلم عليه بشكل كبير جدا. لاعب قدر يصنع الفارق من هدافي البطوله. يمكن ارقامه مميزه جدا على مستوى الهدافين المصريين في الاولمبياد. بيصنع الفارق دايما في الهجوم. دوره مهم جدا. يمكن الى جانب طبعا ابراهيم عادل في محمود صابر ايضا من اللعيبه اللي قدمت اداء قوي جدا وليها بصمه في الاداء. كوكا نفس الكلام. يمكن الجيل الحالي يعني بقدر ما هو ما تقدرش تقول ان في نجم الفريق او في لاعب هو النجم الابرز ولكن بشكل عام كمجموعه او كوحده واحده عاملين يعني شكل للمنتخب وشكل الاداء يعني وحده المنتخب والقتاليه اللي في الاداء هي دي السمه المميزه لاداء المنتخب. عشان كده حراسه المرمى كمان كان ليها وضوح وحمزه علاء. حمزه علاء طبعا دور مهم جدا يعني يمكن على الرغم من ان هو لا يشارك مع النادي الاهلي طبعا في وجود حراس اكثر خبره زي محمد الشناوي وبعد منه مصطفى شوبير اللي ابتدى رغم انه حارس شاب ايضا لكن ابتدى يثبت اقدامه بشكل جيد وحصل على اكثر من بطوله مع النادي الاهلي. لكن حمزه علاء من الحراس اللي عندهم رد فعل كويس جدا في التعامل مع كتير من المواقف. ثبات انفعالي. ثبات انفعالي ممتاز. تحس ان هو حارس بقاله سنين بيلعب في مع فريقه او مع المنتخب. فعشان كده بالظبط. وطبعا التفاهم اللي ما بينه وما بين الدفاع عمر فايد وحسام عبد المجيد يمكن برضو الى حد ما مدي يعني طمانينه للخط الخلفي رغم ان في محاولات اكيد يعني مش هيبقى. طب نقاط ضعفنا ايه يا كابتن؟ يعني مش عايز اقول اسميها نقاط ضعف ولكن لازم يعني أكيد طبعًا. نحلل الموضوع يعني هو طبعا على حسب المنتخب اللي انت هتواجهه. يمكن قصاد باراجواي كانت المشكله الاساسيه بالنسبه لنا عدم استغلال الفرص. عشان كده قدام منتخب كبير دايما لازم نص فرصه لازم تستغلها. الهجمات المرتده اللي كان بيعملها منتخب مصر بيعملها بشكل جيد جدا ولكن في التعامل يعني انا لو انا قارنت ما بين كاحدى السلبيات فكره ضياع الفرص او الاخطاء الدفاعيه لعدم يعني خروج الكره بشكل جيد من الخط الخلفي او بناء الهجمه انا هختار السلبيه الابرز هي اهدار الفرص لان انت الاخطاء الدفاعيه وارده يعني بتحصل في كتير من المنتخبات لكن اهدار الفرص انت كمنتخب مصر ربما يعني ليس لديك الخبرات الكبيره زي منتخبات او لعيب المنتخبات الاوروبيه زي اسبانيا زي باراجواي زي فرنسا. كل دي منتخبات اللعيبه بتاعتها بتلعب في دوريات كبيره جدا عشان كده الفرصه بيبقى ليها ثمنها. شفنا فرص لابراهيم عادل يعني فرص يعني ضيع الفرص ما بنعرفش نستغل الفرص بالظبط. دي يعني بنصنع جون بس ما بنفنشوش الفينش بالظبط لان احنا كان اعتمادنا بشكل كبير جدا على الهجوم المرتد او الهجمات المرتده واللي يعني يمكن منتخب باراجواي تحديدا ارهق المنتخب المصري في الموضوع ده لانه بدنيا بيتعامل بقوه زياده شويه عشان كده كان في التحامات كتير كان في برضو اصابات لكن في النهايه كنا بنوصل وبنهدد مرمى باراجواي والحارس الباراجوايان تصدى لعده محاولات ولكن المهم دايما بيبقى استغلال الفرص لان دي هي اللي بتحول شكل المباراه وبتدي كل التوفيق لمنتخبنا في كره القدم النهارده امام فرنسا. لكن كمان ما نقدرش ننهي حوارنا من غير ما نوجه كل التحيه لفريق كره اليد والاداء المشرف اللي عمله. شفت الفوز اللي حققوه ازاي؟ يعني بالتاكيد هو منطقي بالنسبه لي يعني حسابات المواجهات بالنسبه للمجموعه. ربما منتخب الارجنتين ليس هو الاقوى على مستوى المنافسين الاخرين ولكن بالتاكيد كان في رغبه وفي اصرار على مواصله الانتصارات بالنسبه للمنتخب والبناء على الفوز على النرويج في الجوله السابقه. يمكن كان التعادل مع فرنسا حتى محبط شويه رغم منتخب فرنسا منتخب تقيل جدا وعنده اسماء كثيره في كثير من الدوريات الاوروبيه الكبرى ولكن في النهايه
دايما ثقتنا في مجموعه المنتخب المصري والمجموعه الحاليه من اللعيبه ان هم يقدروا يوصلوا لابعد ما تستطيع. المواجهه القادمه ضد اسبانيا في دور الثمانيه مش هتبقى سهله، ولكن ثقتنا ايضا في المدرب الاسباني باستور ان هو يقدر يعني يدي دفعه قويه للمنتخب. يعني على يعني عايز اقول رغم البدايات اللي كانت في الاولمبيات ما كانتش يعني زي ما كنا عايزين، الا ان النهائيات اعتقد ان هي فيها تفاؤل. صحيح. منتخب مصر الاولمبي لكره القدم، منتخب مصر ايضا الاولمبي لكره اليد، كل التوفيق ليهم يا رب، نتمنى لهم ان هم يحققوا ميداليات. النهارده سهره هتبقى ممتعه. صحيح. لمصر كلها الحقيقه، مش لمحبي الرياضه بس ولا كره القدم بس. صحيح. شكرا ليك ناقد رياضي امير نبيل، نورتنا وشرفتنا. شكرا لكم، تحياتي. موجز الانباء مع هاله الحملاوي، اليك يا هاله. شكرا هبه. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت غرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، تابع خلاله عددا من الملفات الاقتصادية والخدمية ذات الأولوية، وعلى رأسها الجهود المكثفة لإعطاء دفعة كبيرة للصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة في الصناعات المصرية. وأكد الرئيس السيسي في هذا الصدد توجه الدولة بدعم وتشجيع القطاع الخاص المصري والأجنبي لزيادة الاستثمارات الصناعية وتحقيق طفرة في حجم وجودة الإنتاج الصناعي المصري. كما تابع الرئيس السيسي مستجدات تطوير عدد من الملفات الخدمية ذات التأثير المباشر على حياة المواطنين، وخاصة في قطاعات الصحة والتعليم والسياحة، بالإضافة إلى جهود الحد من التضخم وضمان توافر السلع في الأسواق. تواصلت عمليات المغادرة من مطار بيروت مع مطالبة الدول لمواطنيها بالمغادرة الآن. يأتي هذا في الوقت الذي تجنبت العديد من شركات الطيران المجال الجوي الإيراني واللبناني، وألغت رحلاتها إلى إسرائيل ولبنان مع تزايد المخاوف بشأن صراع إقليمي محتمل. وكانت فرنسا وإيطاليا قد أصدرتا تحذيرات سفر تحث مواطنيهما في لبنان على مغادرة البلاد بسبب خطر التصعيد العسكري في الشرق الأوسط وفقا لوزارتي خارجيتهما. وقد حثت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بالفعل مواطنيهما على المغادرة بأي وسيلة ممكنة. هذا وأعلن حزب الله اللبناني تنفيذ هجوم جوي بسرب من المسيرات على مقر قيادة الفرقة 91 شمال إسرائيل. وأوضح حزب الله في بيان أن الهجوم بالمسيرات استهدف تموضع واستقرار ضباط وجنود بقيادة الفرقة وأوقع فيهم قتلى وجرحى. من جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة ضابط وجندي جراء القصف الأخير من الأراضي اللبنانية. هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع حرائق في أماكن متفرقة بالجليل الأعلى جراء اعتراض عدة صواريخ انطلقت من لبنان. شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن طيران الاحتلال استهدف مسجد الرضوان دون وقوع إصابات. وكانت وفا قد أعلنت استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة، كما استهدفت قوات الاحتلال منزلا وسط مدينة دير البلح ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين. اندلعت أعمال شغب واقتحام لمتاجر ونهب على خلفية احتجاجات مناهضة للمهاجرين في بريطانيا. وقالت الشرطة البريطانية في بيان رسمي إن طواقمها اشتبكت مع مجموعة متظاهرين حاولوا التعدي على فندق يأوي لاجئين في مدينتي روثرهام وبرمنغهام. من جانبه قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستيرمر أن كل الأشخاص الذين شاركوا في أعمال الشغب التي وقعت في المدن البريطانية سيواجهون القوة الكاملة للقانون. ورياضيا، يواجه منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم نظيره الفرنسي في الدوري قبل النهائي من أولمبياد باريس 2024 في العاشرة من مساء اليوم. وأكد البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي لكرة القدم أن حلم الميدالية الأولمبية لا يزال ممكنا، وأن المنتخب سيفعل كل شيء من أجل تحقيقه. وتأهل منتخب مصر للدور قبل النهائي من المسابقة بعد فوزه على باراغواي بضربات الترجيح في دور الثمانية.
انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. بنرحب بحضراتكم من جديد. ما زال ملف الصحة على قائمة أولويات الدولة المصرية. الدولة ما زالت بتقدم مبادرات كتير جدا تهتم بصحة المصريين في السنوات الأخيرة. شفنا من بينها على سبيل المثال مبادرة 100 مليون صحة، شفنا المبادرة الرئاسية أيضا لدعم صحة المرأة. وزارة الصحة أعلنت عن استقبال مبادرة دعم صحة المرأة لأكثر من 50 مليون زيارة من السيدات منذ انطلاقها يوليو 2019 حتى نهاية يونيو الماضي. المبادرة دي ضمن اهتمام الدولة المصرية بملف الصحة وتحديدا صحة المرأة. صحيح، مش بس صحة المرأة، كمان المبادرات الخاصة بالكشف المبكر عن الأمراض السارية وصحة الطفل وحديثي الولادة و قوائم الانتظار، القضاء على قوائم الانتظار، أطفال المدارس والكشف عن التقزم والسمنة. كل هذه الأمور خلتنا نتكلم عن إزاي المنظومة الصحية ماشية في مصر، إزاي أولوية بناء الإنسان، إزاي التأمين الصحي بيقدر يغطي شرائح كبيرة جدا، سواء التأمين الصحي التقليدي اللي بيغطي العلاجات المختلفة لموظفي الحكومة أو الدولة المصرية، أو التأمين الصحي الشامل اللي طبق في بعض المحافظات في المراحل الأولى الخاصة به. صحيح. وكان بدايته في بورسعيد وبيستمر تطبيقه في المحافظات المختلفة تبعا. دكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، بنصبح على حضرتك وبنقول لك يعني مش بس صباح الخير، احنا بنقول لك ايه الجديد وايه الخير اللي جاي من وزارة الصحة. صباح الخير يا استاذ هبة، صباح الخير يا استاذ مصطفى، تحياتي لكم ولمشاهدي حضراتكم الكرام. الحقيقة يعني يمكن انتوا ذكرتوا في بداية الخبر انطلاق المبادرات الرئاسية ودورها الهام في تقديم خدمات صحية للمواطنين، وإحنا بنتكلم على 50 مليون زيارة تقريبا من شهر 7/2019 لحد دلوقتي. حقيقة إن المبادرات الرئاسية في الصحة العامة مش بس بتقدم خدمة صحية متميزة مجانية للمواطن المصري، لكنها كمان الحقيقة بتغير مفهوم الصحة. الصحة مش مجرد إنك لما تعيا تجد العلاج المناسب في المكان المناسب، ده شيء مهم، لكن مهم جدا ان احنا نرجع تاني لمفهوم الصحة بانها حالة من الكمال البدني والنفسي والاجتماعي. صحيح. وبالتالي المبادرات الرئاسية ويمكن مبادرة صحة المرأة اللي بتبحث عن واحد من اكثر الاورام شيوعا لدى المرأة وهو اورام الثدي، ده تحديدا من الاورام اللي تصل نسبة الشفاء فيها الى ما يقرب من 100% لو شخصناها بدري. لو تم تشخيصها في مراحلها الأولى بتخلي المرأة تعيش حياتها طبيعية ولا تحتاج إلى عمليات تدخلية جراحية كبيرة زي استئصال الثدي وغيره. دكتور حسام، طب ده هيخلينا نقول لكل سيدة إزاي تقدر تتابع بشكل دوري الكشف المبكر ده إذا جاز التعبير، وإزاي هي كمان تقدر تفحص نفسها بالتالي تعرف في المراحل الأولى إذا كان في حاجة مش طبيعية وتتوجه للطبيب. طيب خليني أقول لحضرتك إنه السيدة فوق سن 18 سنة من الجيد، المبادرة بتقدم خدماتها في وحدات الرعاية الأساسية اللي موجودة في 27 محافظة في كل أنحاء الجمهورية. وبالتالي احنا كل المطلوب مننا ان احنا نعدي على وحدة رعاية اساسية، مركز طب اسرة، اقرب مركز طب اسرة موجود جنبينا في محل السكن ايا كانت هي المحافظة. بالاضافة الى ان احنا كمان عندنا وحدات متنقلة من خلال القوافل الطبية ومن خلال العيادات المتنقلة اللي بتتحرك من مكان الى مكان، موجودة في القاهرة وبني سويف والوادي الجديد والغربية واسكندرية وأسوان وسواج ومرسى مطروح. ويمكن خليني أفكر برضو السادة المشاهدين إن احنا في 1/8 أطلق دولة رئيس مجلس الوزراء مبادرة 100 يوم صحة اللي هي فيها تكثيف كافة الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة، واللي من ضمنها مبادرة صحة المرأة أو المبادرات الرئاسية. صحة المرأة ده بالإضافة للخط الساخن بتاعنا 15-335 لأي حد يقدر يتصل بيه ويسأل عن أقرب مكان
يتوجه. لازم يبقى الكشف بالميموجرام ولا ممكن برضو أنا عايزة أرجع لنفس النقطة، هل ممكن تكتشف هي بالفحص الذاتي إن في حاجة مختلفة أو غريبة أو في مثلا ورم مختلف هي شعرة بيه، فبالتالي تتوجه للوحدات المختلفة والأماكن المختلفة للكشف اللي بطريقة علمية بقى؟ ما هي جزء من زي ما حضرتك قلتي، لا انا مش بحتاج اعمل في الفحص المبدئي استخدام الاشعه الماموجرام او اي نوع من انواع الاشعه. الفحص المبدئي ده اجراء بسيط بتقوم به المراه في بيتها للاطمئنان على نفسها، وده بيتم شرحه بشكل وافي جدا للسيدات والانسات المترددات على وحدات الرعايه الاساسيه وعلى قوافل صحة المرأة عشان هي بنفسها تعمل ده لما تصحى الصبح. لو لا قدر الله حست بأي نوع من التغير وفي علامات يتم شرحها للمرأة ايه هي العلامات اللي على أساسها بتعتبر التغير ده، بتتوجه لإجراء الكشف الطبي اللي قد يقتضي ان احنا نحولها عشان تعمل الأشعات. طيب تمام، يبقى زيارة الوحدة الصحية والمراكز المختلفة ده أمر أساسي حتى للتوعية علشان هي تقدر إزاي تمارس حياتها بشكل التابع فيه. مظبوط يا فندم، يعني إحنا بنقول الزيارة مش بس للإطمئنان، وكمان هتخليكي أنت قادرة على أن أنت تطمئني على نفسك بشكل مباشر وبشكل فعال. طيب دكتور حسام، يعني هل صحة المرأة تقتصر فقط على قصة أورام الثدي ولا هناك يعني أشياء أخرى وزارة الصحة عاملها في هذه المرحلة؟ احنا بدأنا في البداية خالص، احنا بنقول دايما ان وزارة الصحة والدولة المصرية معاك من اول يوم، من اول ما تقرر انك تاخد قرار بانك تبني أسرة من خلال مبادرة السيد الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، ودي تشمل الرجل والمرأة بما فيها من كشوفات سواء بدنية او تحاليل او مشورة نفسية ومشورة أسرية. طيب المرأة دخلت في مرحلة الحمل ودي حاجة خاصة بالمرأة، بننتقل إلى مبادرة السيد الرئيس لصحة الأم والجنين. تمام. ودي تبقى متابعة دورية طوال فترة الحمل. النهاردة بعد الولادة في عندنا حاجة مرتبطة بالمرأة والطفل وهي مبادرة الألف يوم الذهبية اللي فيها الست بتتعلم كيف تتعامل مع هذا المولود الجديد، لانه كل الدراسات العلميه اثبتت ان فتره من 0 لـ6 سنين هي الفتره اللي بتنبني عليها حياه الانسان بعد كده في كل حاجه، في قدراته الذهنيه، في مستوى الذكاء، في قدرتها على التعلم، في قدرتها على العمل، في المواصفات الاخلاقيه والالتزام المرتبط فيه. وبالتالي احنا اهم فتره في حياه الطفل هي اول 1000 يوم اللي هي اول 3 سنين. بنكمل معاه بالـ6 سنين، وبعد كده في سن ال 18 سنه بقى بتبدا مبادره السيد الرئيس للكشف المبكر على اورام الثدي. في نفس الوقت هناك امراض تصيب الرجل والمراه، عشان كده انتقلنا الى مرحله الكشف المبكر عن الاورام اللي منها سرطان عنق الرحم. صحيح. وسرطان الرئه وسرطان القولون، والخاص بالرجال سرطان البروستات. والكشف عن الأمراض الوراثية والمقبلين على الزواج، الحقيقة وزارة الصحة والمجهودات اللي قايمة بيها، وإحنا كنا في الأمس القريب يعني بنحتفل بـ60 سنة كمان عن تطبيق التأمين الصحي في مصر، وإزاي بيقدر يقدم بروتوكولات علاج في كل التخصصات وبالمجان سواء لموظفي الحكومة أو حتى للطلبة في المدارس المختلفة لنهاية المراحل التعليمية الأساسية والجامعة كمان. احنا بنشكر حضرتك على المجهود اللي قايمه بيه وزاره الصحه، والمزيد من التقدم فيما هو قادم دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزاره الصحه. شكرا لك يا دكتور. في الحقيقه السوشيال ميديا بقت وسيله رئيسيه لنقل المعلومات، لكنها بتحمل ايضا مخاطر كبيره جدا بتتعلق بتضليل المعلومات. الخطوره الاساسيه في المعلومات الخاطئه او المضلله انها ممكن تنتشر بسرعه هائله جدا، مما يؤثر على الراي العام ومما يسبب القلق والارتباك. انتشار الشائعات والأخبار الكاذبة يمكن أيضا أن يؤدي إلى أضرار كبيرة جدا، مش بس على الأفراد والمجتمع ولكن على الدولة بشكل عام. الخطورة كل الخطورة الحقيقة لما بتمزج المعلومات الخاطئة
ببعض من المعلومات السليمة أو الصحيحة، فبالتالي مش أي حد بيعرف يفسرها أو بيعرف مصدرها منين. لازم تتأكد من المعلومة، تتأكد من المصدر قبل ما تدوس على زرار بسيط قوي اسمه هشير المعلومة أو هشير الخبر، اللي هو مش بيبقى خبر الحقيقة، بتبقى شائعة وبتحمل خطورة كبيرة جدا. ده عايز وعي وعايز إمكانية للتعامل مع الوسيلة نفسها، وإزاي أقدر أتأكد من المعلومة دي إن هي معلومة فعلية وتم انتشارها على وسائل التواصل المختلفة، أو إن أنا أمتنع وابتدي أتوجه حتى لو كانت المواقع دي بيتم الإبلاغ عنها للجهات المعنية بخدمات الإنترنت. دكتور إسلام ثروت عبد الحليم، أستاذ مساعد بهندسة وعلوم الحاسب بجامعة النيل الأهلية، برحب بحضرتك وصباح الخير. أهلا وسهلا، صباح النور. أهلا بك دكتور. أهلا بحضرتك. أهلا. دكتور إسلام، التكنولوجيا سلاح ذو حدين، عايزة اللي يتعامل معها يكون عنده وعي جامد قوي. التكنولوجيا طبعا نعمل إيه؟ طبعا نعمل حاجات كتير، وطبعا يعني اسمحوا لي برضو بحيي مجهود وزارة الصحة الحقيقة، ودايما ملف الصحة والتعليم ملف مهم طبعا بيمس كل البيوت المصرية طبعا. لكن التكنولوجيا النهاردة الحقيقة بقت برضو ملف مش بناخده بشكل نوع زي من 20 سنة كده، نوع من الرفاهية أو الانترتينمنت أو إن إحنا بنمارس بعض الأعمال الخفيفة عليها. الحقيقة التكنولوجيا بقت جزء أساسي من حياتنا النهاردة. إحنا في على وسائل التواصل الاجتماعي أكتر من 5 مليار على مستوى العالم على منصات التواصل الاجتماعي، حقيقة ده رقم ضخم جدا. في مصر تحديدا في أكتر من رقم واحد على الفيسبوك في المنطقة أظن. الفيسبوك يعني أكبر عدد من المستخدمين، حوالي 3 مليار على مستوى العالم. طبعا التطبيقات كتيرة، يعني مش عارف تنوعها، وكل فئة عمرية ممكن تكون رايحة لتطبيقات معينة. لكن النهاردة كل التطبيقات دي بيتم نشر كم من المعلومات ضخم جدا، مش ممكن إن احنا نقننه أو إن احنا نقدر نراقبه الحقيقة. مش زي القنوات الإذاعة والتلفزيون زمان كان في رقيب، أي حاجة بتتنشر لازم في رقيب، في حد بيتابع المحتوى بيراجع. كان في حاجة يعني بالكتير أو اسمها الصحف الصفراء للناس اللي عايزة يعني تبعد شوية عن المسار السليم. لكن النهاردة السوشيال ميديا الحقيقة أي حد بيقدر يشير وأي حد بيقدر يبوست، والحقيقة ما فيش رقيب، وده على مستوى العالم. فالنهاردة بنقدر نتحكم في توجهات الناس، بنقدر نتعرف على أنماط الناس، بنقدر نغير في هوية الشعوب الحقيقة، وده بيتم يعني خلينا نفتكر. يعني حضرتك بتكلم على التشريعات وكده، أنا يعني عمال أفكر في الخوارزميات بتاعة السوشيال ميديا. يعني أليس من المنطقي أن أنت لو كتبت مثلا غزة أو كتبت حرب أو كتبت دم، البوست بتاعك ما ينتشرش ويحصل تحجيم للأكاونت بتاعك، ولو نشرت معلومة مضللة تنتشر؟ ما هو مش ده نوع من انواع يعني ازدواجيه المعايير؟ مين يتحكم في الخوارزميه؟ اسمعي العمل، الخوارزميه هي اداه في ايد اللي بيكتبها وبيعمل البرنامج بتاعها، هو بيبرمج الاداه بالشكل اللي يخدم مصالحه واهدافه. بالظبط كده، مفيش شك في كده. هو بيوجهك في اتجاهات معينه، بيقدر يتحكم في تفكيرك بطريقه معينه. هي الحقيقه قنوات وسائل التواصل الاجتماعي ما بقتش النهارده، كنا بنتكلم من 5 سنين و10 سنين انها تتعرف على انماط الناس علشان تقدم لك المحتوى اللي انت عايزه. الشكل التقليدي بقى مصدر متلقي رساله، ما عادش ده صحيح. خلاص النهارده بقى كل الناس ممكن تبقى مصدر للمعلومة. هي كمان مصدر، وهو كمان بيوجه المصدر حضرتك الى انه يوجهك في اللي انت عايزه. اسمح لي ندي مثال بسيط، زي الاب والام كده لما بيجي الطفل ممكن نبقى عارفين هو عايز ايه من غير ما يقول، فيجي الطفل يقول له انتوا كنتوا عارفين ازاي ان انا محتاج ده؟ نقول له خلاص احنا فهمناك، احنا عارفين كل حاجه. النهارده هو بيجيب لك المحتوى اللي انت عايزاه، هو بيوصلك لكل البوستات اللي هو عايزها، وهو بيساعد في نشرها بشكل او باخر برضه، وبيحجم اللي هو عايز يحجمه. فالحقيقه هي وسائل بقت في منتهى الخطوره، بتغير هويه وثقافه وبتوجه الراي العام في اتجاه معين. خلينا نفتكر في 2010 لما الحكومه لم تتنبأ الحقيقه للخطر ده، وكان بنقول خليهم يتسلوا او حاجه زي كده. الحقيقه النهارده كنا بنتكلم في مليار، لا النهارده بنتكلم في 5 مليار. الوسائل نفسها تنوعت بشكل كبير، ما بقاش بس الفيسبوك، احنا بعدنا منصات كتيره وفئات عمريه مختلفه بتتناولها. فالنهارده هذا الخطر الحقيقه احنا لازم نتنبه ليه، خاصه مع دخول حاجات تكنولوجيات جديده زي الذكاء الاصطناعي. الحقيقه لما كمان بيتحكم في الخوارزميات دي وبيوجه، هنا بيغير الحقيقه في اتجاهات كتيره جدا. يعني انت لما تكون كاتب حاجه مهمه او معلومه موثقه او مقال كويس او بوست محترم لا ينشر، ولكن اذا كانت معلومه خاطئه واشاعه تضر بالبلد
تجد أن هذا البوست قد انتشر انتشار النار في الهشيم. هو عنده الأدوات والقدرات إنه هو حاجة زي معلش هو بلا خوف على الوطن زينا يعني. هو بالعكس ما يفرقش معاه بالعكس هو اعتبره حاجة واحد عنده جرنان كده مش كويس وكل هدفه إنه يحط لك أخبار شديدة اللفت وشديدة انها تلفت نظرك بعناوين رنانة ويهش حاجة على انتشارها على اساس ان انت تفضل موجود هنا وتفضل قاعد على المنصة دي. هو مكسبه منين؟ مكسبه من ان احنا قاعدين على المنصة عمالين بالساعات. طبعا عدد الساعات اللي احنا بنقضيه ارقام يعني مش قليلة على المستوى حتى العالمي، يعني بنتكلم في متوسط في العالم من ساعتين ونص لثلاث ساعات في بعض الفئات العمرية. الرقم ده ممكن يبقى اكتر لو دخلنا في مراحل ادمان بنلاقي الموضوع الناس بتقضي. دي ارقام واحصاءات بالنسبه للدول العربيه ولا مصر تحديدا؟ نسب الساعات اللي بنقضيها على ده عالمي مواقع التواصل او الانترنت عموما. لا لا مصر على فكره من الدول اللي للاسف يعني عندنا احنا يمكن رقم 16 على العالم في اكثر الدول استخداما ومشاهده لقنوات او وسائل التواصل الاجتماعي. فاحنا الحقيقه في دول عربيه زي الامارات مثلا، الامارات عدد المستخدمين اللي ليهم اكونتس على السوشيال ميديا اكتر من الشعب يعني 105%. ده بيبقى غالبا نتيجه ان في حسابات مزيفه الناس بتعملها يعني او اكتر من اكونت تعمل اكتر من اكونت، فوصل عدد الاكونتس لاكتر من 100% من العدد السكان. حضرتك برضو ما تحسبش الاكونتس بتاعه الشركات وخلافه؟ لا لا صحيح صحيح يعني، يعني بنوصل الدول العربيه الحقيقه من الدول الاكثر استخداما نشاطا ونشاطا على وسائل التواصل الاجتماعي باختلاف طبعا يعني. ممكن نلاقي في مصر احنا اكثر على الفيسبوك، ممكن في دول الخليج ممكن واكثر على مثلا وسائل تانية. حتى على مستوى الرجال والسيدات بتلاقي حضرتك برضو نسب مختلفه يعني، انستغرام مثلا هتلاقي السيدات اكثر عليه، تويتر هنلاقي الرجال اكثر عليه. عندنا احصاءات لده يا دكتور؟ طبعا في احصائيات يعني. طب الاطفال؟ الاطفال للاسف هم جيل رقمي بالفطره يعني، هو جيل اسمح لك النهارده الطفل اللي اتولد سنه، هي برضو الوسائل التواصل الاجتماعي دي بدات في 2004 يعني. التليفون الذكي او السمارت فون نفسه هو ما كانش موجود من 20 سنه. فالطفل اللي النهارده عنده 10 او 15 سنه هو الحقيقه اتولد اول حاجه مسكها هو اللابتوب التابلت الموبايل السمارت فون. احنا كمان كاباء كان علينا عبء واسمح لنا بكل حاجه يعني، كلنا بما فيهم انا وكل كنا شويه بندي الموبايل لاولادنا علشان نشغلهم شويه او يحلوا يعني، يبقى احنا عايزين نركز في شغلنا. فالحقيقه هم اتربوا على ان الاداه دي في ايديهم، اتربوا على انها وسائل متاحه. بطبيعتهم يمكن ما بيحبوش بعض الحاجات. الاخطر واللي دخل على الجيل ده القصه اللي هي بتاعه الشورت فيديوز او الريلز او الفيديوهات القصيره دي، الحقيقه في منتهى الخطوره على الفئه العمريه، بتساعد على تشتيت الانتباه بشكل كبير، عدم القدره على التركيز، تاخر في القدره على الابتكار. بتدي رسائل عامله ازاي بقى؟ دي المضمون الكونسل، هو المضمون انه بيساعده انه يتعود على ودي ليها نظريات برضه، هي فكره الريلز وان انت بتقلب كده ليها سلوكيات ودراسات علميه الحقيقه مرتبطه فيه، انه بيربطك حاجه زي القمار كده اسمح لي حضرتك، اللي هو ايه انت دايما مستني زي لعبه القمار كده بتلعب حاجه مستني المكسب، اتعودت عليها يعني. فيها جزء ادمان يعني مثلا؟ فيها ادمان يا فندم، والادمان ده سلوكي، وهو في دراسات يعني كانت الدراسه نفسها اتعملت ان جابوا مثلا فار او حمامه فيعمل حاجه كويسه فنديله طعام. طيب يدوس على الزرار ده ياخد طعام، ده سلوك طبيعي ومفهوم، لما يدوس على الزرار ياخد طعام. ارتباط الشرطي. ارتباط الشرطي. غيروا القضيه دي بقى بيدوس يطلع له مره طعام مره مش طعام وكميه الطعام مختلفه. فكانت النتيجه انه بقى بيدوس طول الوقت وتعود انه يدوس منتظر كل مره ايه النتيجه اللي تطلع له. هو بنفس النمط ده الحقيقه السلوكي اللي اتبنى عليه كل وسائل التواصل الاجتماعي، فكره ان يظهر لك مجموعه من البوستز ويظهر لك مجموعه من الفيديوهات وانت منتظر كل مره يمكن الفيديو اللي جاي يبقى احسن، يمكن البوست اللي جاي يبقى احسن، انت دايما منتظر المكافاه الكبيره. لا وفكره الهوس ان انا كل شويه افتح عشان اشوف ايه الجديد، مين انت كتب انت ايه؟ انت بتدخل في مرحله ان في ناس بتصحى من بالليل عشان احسن يكون فاتح حاجه يقلق يقلق في نص الليل يشوف كده فيه. التأثير هنا تأثير حضرتك الناس بتقصر في حياتها يعني، بنلاقي ناس بتقصر في حياتها وواجباتها والتزاماتها نتيجة ان هم قاعدين فترات طويلة على السوشيال ميديا وقاعدين فترات طويلة. الأطفال حقيقة كمان عندهم خطر تاني، لأن الطفل ما بيقدرش يميز بين المعلومة الكويسة والمعلومة الصحيحة صحيح. أو يعني المعلومة
احنا يمكن ككبار ممكن نستوعب عندنا كم من الخبرات بنقدر نبني عليه شويه، ان احنا بنفرق بين المعلوم بنفرز بقدر المستطاع طبعا باختلاف الوعي والثقافه والتوجهات، لكن على الاقل عندنا قدره وكم من المعرفه. الطفل للاسف هو بيتعامل مع كل حاجه انها حقيقه، هو الطفل لسه ما يعرفش يعني ايه. انا اقدر اتحكم في تحجيم ده؟ يعني اقدر اتحكم في ان الطفل يشوف قد ايه عدد من الساعات يعني، وايه المواقع اللي ممكن اقفلها بالنسبه له ويبقى في امان للي بيتعرض له؟ طبعا تقدري تتحكمي، بس خلينا اقول برضو ان القدره على التحكم هي مرتبطه بالقدره ان حضرتك كمان او اولياء الامور يبقى عندهم وعي ومعرفه وتطور بالتكنولوجيا، وده الحقيقه برضو احنا يعني محتاجين نشتغل عليه شويه في يعني بعض الاعدادات اللي نقدر ندخل فيها ونتحكم في عدد ساعات، نتحكم في مواقع، نتحكم في بعض التطبيقات، بحيث ان انا اوجه طفلي انه مش كل حاجه تتفتح له، مش كل حاجه يدور عليها هيلاقيها، وفي حاجه اسمها البحث الامن، وفي حاجه اسمها مواقع معينه. صحيح. فكل ده ممكن، بس هي الفكره ان احنا في مصر هنفضل كتير نرصد ونحلل ولا هنعمل حل؟ يعني بمعنى اخر، من كام سنة إحنا كان عندنا وسائل إعلام وطنية، لما كنت بتحب ترسل رسالة لجمهور الأطفال كان عندك سينما الأطفال ومجلات على الدين وخلافه، ما المرأة كان عندك نص الدنيا وبرامج المرأة وخلافه. النهاردة أنت لا تمتلك هذه القدرة، وده أمن قومي مصري. صحيح. أليس من الضروري أن يكون هناك وسائل تواصل اجتماعي عربية ومصرية حتى الآن على الأقل تقدر تتحكم فيها، على الأقل لما تكتب حاجة عن غزة ما تتمسحش؟ صحيح الحاج بتقوله ده، يعني انا سعيد ان الحاج بتقوله، سعيد ان احنا بنقوله هنا، وده فعلا امن قومي. هي القضيه مش بس ان انت بتتحكم، هي الفكره حضرتك انت بقيت كل معلوماتك اللي متاحه دي هو بيقدر ياخدها وبيقدر يحللها وبقى بيعرف عنك اكتر ما انت تعرف. كل حاجه انت كاتب كل يعني حاجه، يعني اسمح لحضرتك، مش من ثقافه الشعب المصري انه بيقول اخباره بسهوله، كان علشان يعرف المزاج العام للمصريين كان موضوع مش سهل، ويحط ناس علشان نعرف. احنا النهارده بايدينا بندي كل المعلومات. اسمح لي برضو اكد على نقطه، رغم كل المجهود اللي بيتم الحقيقه في السنوات الاخيره على كافه الاصعده، لكن بيظل في احساس عند بعض الناس ان احنا مش محققين المستهدف، ان هو بيقدر في اوقات بيبقى في نقاط ضعف معينه ممكن يحصل عندنا تأثر. اسمح لي أؤكد أن كل ده بيتم من خلال قدرتهم على تحليل البيانات الضخمة عننا، وأنه يقدر يعرف فين نقاط ضعفك. معلش ما فيش النهاردة، لو خدناه على مستوى المثال الصغير، البيت البيوت أسرار. لو أنا عندي ناس ما بتحبنيش ويعرفوا أسراري جوه البيت، هيقدروا أن هم يقفوا لي في وقت معين، يقدروا يأذوني بشكل معين، يقدروا يبقوا عارفين تفاصيل معينة تساعدهم. المعلومات هي أساس أي الحقيقة نوع من أنواع، مش عايز أقول الحرب المعلوماتية، ولكن الصراع. ومش شرط تكون أنية، يعني هو عملية تراكمية، هو بياخد عنك المعلومة مرة في مرة في مرة، فبيكون خلاص الصورة اللي يقدر يدخلها. وإحنا اللي بنديها له بإيدينا، اسمح لي حضرتك، يعني كل الأخبار اللي إحنا بنحطها وكل التفاصيل حياتنا، البيوت بنقول أسرار. الحقيقة النهاردة بنلاقي الناس بتفتح لايف من البيوت كلها، حاجة أو من بعض البلاشون كلها، يعني بعض حاجات غريبة يا دكتور. الناس بتشير تفاصيل مش محتاج تشيرها. لا، وزوج وزوجة حياتهم اليومية وبيصوروا بيتهم، يعني حاجة مخجلة جدا بأمانة، حاجات مش كويسة وسلوكيات طبعا محتاجة وعي ومحتاجة إدراك. طبعا هو بيبقى هدفه أنه بيدور على مكسب، بيدور على ربح، بيدور على لايكات، بيدور على مشاركات، في حين أن احنا بشكل أو آخر بنشجع على الأمور دي بمجرد المشاهدة وبمجرد أن احنا بنتابع. الحقيقة كل دي سلوكيات هو بيقدر يجمع بيانات كتيرة علشان نقدر نعمل تكنولوجيا عربية. الحقيقة ده أمر حيوي، أمر مهم. كل النهاردة الإرادة لازم تتوحد. الحقيقة سعداء بوجود أشقائنا هنا في مصر، ودايما أتوقع أن احنا لازم يبقى في وحدة عربية، وممكن صناعة تكنولوجيا المعلومات تبقى أحد المفاتيح الحقيقة لهذا النمو. أتمنى. خاصة اسمح لحضرتك أنها بصناعة قادرة على يعني يبقى لها مردود سريع. انت لا، وبقالنا فترة في أجيال ابتدت تتوجه للمجال ده في التعليم بشكل كبير جدا، التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي. صحيح. يعني في جيل محترم كده طالع، في جيل رائع. اسمحي لي حضرتك، انا شخصيا بحتك بيهم في الجامعه وبشوفهم من سن ما قبل الجامعه كمان. الحقيقه عندنا من مرحله سنة واعدادي بنعمل مسابقات للطلاب وبنلاقي حاجات تكنولوجيه مبهره. صحيح. اؤكد لحضرتك ان الجيل اللي طالع ده عنده من القدرات والامكانيات، يعني اللي هو سموه جين زد او جينريشن زد. هو جيل فعلا متميز
كويس اتيحت له انه يتعرف. هي دي ميزه التكنولوجيا، هي زي ما حضرتك تفضلت في الاول سلاح ذو حدين، هي زي ما ليها اضرار هي ليها مزايا. هي عندنا قدره على توجيه الناس بشكل كويس لو استخدمناها بشكل كويس هتقدر تساعدنا ان احنا نقدر الحقيقه نتمنى ان احنا ناخد خطوه فعلا ان يبقى عندنا وسيله يعني وسيله تواصل اجتماعي عربيه نقدر من خلالها نكلم نفسنا بدون اي قواعد بدون اي قيود غربيه وبدون اي محتوى غربي يفرض علينا وايضا بحريه كامله ونقدر نوجه رسائلنا اللي احنا تربينا عليها وقيمنا. شكرا لك الدكتور اسلام ثروت استاذ المساعد بهندسه وعلوم الحاسب في جامعه النيل. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا فندم. شكرا. نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. حديثنا الموسمي اللي دايما بيتجدد في نفس الفترة من كل سنة، الثانوية العامة ونتيجة الثانوية العامة والتنسيق والمجموع وهندخل ايه وجاب مجموع ما جابش مجموع ايه اللي حصل، طب انا مستقبلي كده خلص، طب انا كنت عايز كلية كذا وما رحتهاش، طب في كلية تانية بديلة ولا لا، هبقى جنب بيتي هسافر هبقى في اماكن تانية في جامعات اهلية جامعات خاصة جامعات حكومية، كل الاسئلة اللي بتدور في الفترة دي. بس فيها كمان شق نفسي كبير قوي، التقبل للنتيجة، إزاي ربنا قدر لي شيء وهيكون أكيد حياتي هتترسم بيه. ما بتكونش نهاية المطاف المجموع الكبير، ما بيكونش نهاية المطاف إن أنا دخلت كلية كنت عايزها هي بس وما كنتش شايف غيرها، ممكن ربنا يوجهك لحاجة تانية خالص وتكون بيها أحسن وأنجح الناس. محدش عارف النصيب بيكون إزاي، لكن إحنا بندرب نفسنا إزاي وأولياء الأمور بيدربوا كمان نفسهم إزاي في إن هم يتقبلوا النتيجة وما يكونش فيه أي نوع من الآراء كده العنيفة للطالب اللي ممكن تزعله. صحيح. أو ممكن تحطه في ضغوط نفسية أكتر من هو تحط فيها في سنة كده بيسموها السنة المصيرية. يعني خلونا في جلسة من جلسات التأهيل النفسي نعرف تفاصيل عن كيفية التعامل مع نتيجة الثانوية العامة، إزاي أتقبل النتيجة لو هي مش قد مستوايا، إزاي أقدر أن أنا أخطط لنتائج أو لمعطيات أفضل بناء على المجموع لو هو مش كان في الخيال بتاعي. صحبتنا الدكتورة صفاء محمود حمودة الأستاذ المساعد بالطب النفسي بجامعة الأزهر هتكلمنا عن كل هذه التفاصيل. أهلا بك يا دكتورة. أهلا بحضرتك. السلام عليكم. هل هناك من نصائح معينة نقدر نديها للأسرة المصرية لأولادنا إنهم يعني يتعاملوا بشكل منطقي وبالذات أولادنا، يعني طبعا يعني الأسرة في النهاية هي المظلة الكبيرة، بدون أي ضغوطات إن هم يتقبلوا النتيجة ويتعاملوا بناء على معطيات أفضل؟ مهم إن الأهالي يدركوا إن ده يوم ما بيتكررش في حياة الطالب أو في حياة ابنهم، وإن الذاكرة اللي بتبقى في يوم ده هيفضل يفتكرها سنين كتير، وفي ناس بتبقى في الأربعينات وفاكر يوم النتيجة بابا قال لي كذا ويفضل فاكر الجملة اللي اتقالت، خصوصا لو كان كلام سلبي وانت احبطتني وانت ضيعت توقعاتي وانت كسرت املي وانت، ويبقى الاب باني احلام كبيره وتنهدم مع النتيجه دي. فمهم نبقى عارفين ان زي ما انت عندك توقعات وامال هو كمان عنده توقعات وامال، وان هو منتظر النتيجه زيك برضو، فاحنا مهم ان احنا يعني زي ما بنقول كده نحتضن بعض ويبقى عندنا مرونه بقى في التقبل شويه، يعني النتيجه لو جت وحشه او جت اقل من توقعاتك ولكن احنا نبقى مرنين في افكارنا، فاحنا ايه الاختيارات اللي ممكن تدخلنا مكان مناسب وايه الكليات المتاحه ان احنا ندخلها، ويبقى عندنا فكره المرونه هنا في ان انا ما بقاش راسم خط محدد وواضح لحياتي واي حياديه او تحيد عن الخط ده يوترني ويلخبطني ويبقى الامور كلها اتشلت، انا لازم ابقى في السكه دي بالظبط، ولكن الحياه نفسها بتدي اختيارات كتير متعدده طول الوقت، لازم نبقى عارفين ان احنا ما هياش خطه تقف عليا انا لوحدي ولازم انا احطها وتبقى متقفله من كل الجوانب وتتنفذ بحذافيرها زي ما انا حاططها، ولكن في تدخلات الهيه وفي اقدار احنا ما نعرفش عنها حاجه وفي حاجات في المستقبل احنا ما شفناهاش لسه، فنبقى مرنين شويه في ان الخطه تتغير طول الوقت وتتغير بالاحسن دايما،
لان احنا في اوبشنات كتير في الدنيا والدنيا اتغيرت الحقيقه عن زمان. فالاهالي فكره ان انا هاخد الشهاده وهشتغل بالشهاده وهبقى ما فيش دراسه بره مصر وهم الجامعات اللي في مصر، حتى مصر بقت مليانه جامعات كتير. صحيح. الدراسه والمنح مفتوحه طول الوقت، العالم كله بقى بيتواصل طول الوقت ويقدر يتحرك في اي حته، الكورسات موجوده طول الوقت من اول ما يخلص ثانويه انه يتعلم كورسات يقدر يشتغل بيها حتى بعد كده. فدي النقطه الاساسيه ان احنا نبقى منفتحين على العالم وعلى التغيرات اللي حاصله، ما نبقاش مربوطين بالمجموعه. طيب انا مش هدوس على زرار فجاه هغير المفاهيم او اللي انا اتعودت عليه او الناس تتقبل مره واحده النتيجه، ازاي بقدر اعمل التحول ده في المجتمع؟ ازاي الفكر ده يتغير؟ من ان الناس يعني احنا فكره اتغير في حاجات كتير قوي، اتغير في استعمال السوشيال ميديا زي الفقره اللي فاتت، الناس بقت بتفتح السوشيال ميديا على طول وطول الوقت وبتطلع اسرار بيوتها وحاجات كتير، فنغير ده برضو بان انا نعرف معلومات، يعني اللي بيعرفش ان في جامعات اهليه هو ما يعرفش الا جامعه الاساسيه الجامعات الحكوميه الرئيسيه، لكن كل ما يبقى عنده معلومات ويتعلم انه يقرا الاخبار يتابع الاخبار هيعرف ان في حاجات تانية اكتر، يقرا قصص الناس الناجحين، يتابع حتى وسائل التواصل على قصص الناس اللي بتقدر، وجود المنح الاعلانات عنها المواقع دي كلها بتدي اوبشنز كتير او اختيارات كتير وبتوسع مدارك الناس، فيبتدي نعرف ان في اختيارات تانية اهو، نبتدي نجرب ونسمع تجارب الاخرين، وده جزء مهم جدا ان احنا نتعلم بان انا اشوف اللي قدامي بيعمل ايه فابتدي امثله او اشوف يديني يفتح عليا زي ما بيقول كده نوافذ اخرى على العالم. طب خليني يعني ابص للجانب الاخر، يعني بنسمع عن طلبه بتنتحر، بترمي نفسها من النيل وبتقطع شرايينها وحاجات غريبه جدا جدا في اليوم ده، ايه اللي بيوصلهم لحاجه زي كده يا دكتور؟ ايه اللي ممكن يخلي طالب يعمل حاجه زي كده في حين ان هو ممكن يعدي الثانويه العامه بكل بساطه؟ يبني سنه وعدت، يعني ان انت يعني خطوه وعدت، يعني مش نهايه المطاف، يعني حتى اغلبهم حتى بيبقوا طالبات، يعني انت ممكن تتجوزي وتقعدي في البيت، يعني ايه اللي يخلي واحده تعمل كده؟ كلام سليم؟ كلام سليم. وهي فعلا مع ان الطالبات كتير منهم بيدخلوا كليه الطب وبيتخرجوا وبيقعدوا فعلا في البيت، يعني تبقى جايبه المجموع وتتجوز بيه على انها دكتوره وتقعد في البيت برضو. ايه بقى اللي يخلي حد انه يعني عشان زي ما حضرتك قلت هي نهايه المطاف بالنسبه لهم، هي دي يعني مساله حياه او موت، فهي لو ما جاتش مش هقدر اعيش، انا هموت، وتبقى رابطه كل احلامها وامالها وطموحاتها وكل اللي جاي هنا وما عندهاش اي مرونه ولا اي تقبل ان الحاجه تتغير، ده غير طبعا الاهل وضغطهم وغير بقى التنمر الحقيقه اللي بيحصل، التنمر وتلاقي الناس كلها بتتصل يومها، في ناس بتتصل بدافع الاهتمام وفي ناس بتتصل بدافع عملته ايه ده انا ابني عمل كذا. لا ده من بالليل بقى اديني رقم الجلوس علشان هعرف اجيب النتيجه. وابن خالتك عمل وابن عمتك والعائلات نفسها حتى لو الاب والام متفاهمين بنلاقي العيله كلها بقى بتضغط، مش انت بنتكم الشاطره عملت ايه، ابنكم اللي كنتوا حاطين عليه وبتقول عليه الدكتور هوصل لايه وهكذا، فيبتدي يبقى في ضغط اسري وضغط عائلي على الاسره جامد جدا وعلى الطالب جامد جدا، فيشعر ان يعني دي نهايه فعلا المطاف بالنسبه له، ان يعني زي ما بيقول كده يا ارض شقي وبلعيني، فبيقوم ينتحر وين هذه المأساة. يعني احنا اللي بنحط نفسنا في الضغوط وبنحط الطلبه في الضغوط. طبعا واحنا اللي بنحط اولادنا في الضغوط. طيب فكره التفكير خارج الصندوق زي ما بيقولوا، حضرتك قلتي ان طبعا في كورسات في حاجات حره تقدري تدرسيها، في تخصص وممكن ما اشتغلش بيه بعد ما ادخله والاقي نفسي انا لقيت موهبه ليا او حاجه تانية خالص مختلفه وهنجح بيها واتشهر اكتر من ان انا كنت اشتغلت في التخصص بتاعي، ازاي اقدر اكتشف النجاحات دي جوايا مش بس مجرد سؤال وجواب وجبت مجموع ودرجه فبالتالي يبقى انا خلاص شاطره، لان الشاطر مش شرط يكون شاطر علميا، يعني عمليا. صح. ممكن شاطر علميا بس عمليا مش بنفس الكفاءه. ايوه دي نقطه مهمه ان احنا محتاجين نركز بقى على الاصعده الثانيه، يعني انا كطالب اركز على بقيه المهارات بتاعتي، ان لو انا بمارس رياضه اهتم بالرياضه برضو واديها شويه من وقتي، لو انا بحب ماده معينه اركز في الماده دي اكتر واشوف ايه اختياراتي فيها، ولكن احنا للاسف بنبقى رابطينها بمجموع، فحتى لو انت مستواك وحش في البيولوجي او العلوم انت هتدخل برضو طب علشان هو ده اللي بيجيب مجموع كبير هم بيدخلوا طب، فتبقى النتيجه ان هو يا ما بيكملش ودول كتير جدا على فكره، يا بيخلص الكليه بالعافيه واول ما يتخرج ما بيشتغلش اصلا دكتور او يشتغل دكتور وتبقى مجموعه يعني اداؤه سيء في السوق واداؤه مش اللي كان متوقع منه عشان ما كانش حابب. بالظبط. فاحنا محتاجين نساعد ولادنا بقى بان احنا برضو نفتح نافذه على العالم تاني، من ان هم يشوفوا نجرب كورسات في الحاجات اللي ممكن تشدنا، نجرب نمارس برمجة الحاجات اللي بالظبط دي حاجات
المفروض نبقى عارفينها اوريدي. وبعدين لما يجرب الابتدائيات بتاعتها او الكورسات البسيطه في الاول، لو لقى ان في هو بيأدي فيها كويس والسوبرفايزرز بتاعته او الدكاتره اللي بيدرسوا له او يعني مدير الكورس لاقيه كويس بالظبط، يبتدي يشجعه، فنلاقي ان هو الحته دي كويس فيها ويقدر يأدي فيها، ودي حاجه هو ما كانش يعرف عنها اي حاجه خالص وما كانش يعرف ان ممكن يبقى عنده فيها موهبه، ولكن لما جربها لقى ان الامور ماشيه فيها كويس، وبقى ان هو تالنتد فيها او عنده مهاره فيها ويبتدي يكمل فيها. وطبعا سوق العمل اتغير برضو، دي حاجه مهمه جدا. لان الذكاء الاصطناعي وكل حاجه دلوقتي رقمنه، فبالظبط متطلبات سوق العمل اتغيرت خالص عن زمان. ده هيخلينا نقول كمان احترام الرغبات بالنسبه للطالب وميوله، دي حاجه مهمه جدا، ان الاهل ما تحققش احلامها في اولادها، ما يبقوش مستنيين ان ابنهم يجيب المجموع عشان هو كان نفسه يبقى دكتور او يبقى مهندس فيحطه في كليه ويبتدي يضغط عليه والولد لا امكانياته تسمح له، هو جاب مجموع ولكن امكانياته ما تسمحلوش ولا عنده شغف في الموضوع اصلا، فنلاقي ان هو بقى موظف في الاخر وبقى تايه ومش حاسس انه بيعمل اي حاجه بيحبها. يعني انت ممكن تبقى افشل دكتور او افشل مهندس وممكن تبقى انجح محاسب او انجح محامي. بالظبط، صح كده؟ طبعا طبعا. طب وعلشان كده الاهالي بقى نقول لهم ايه؟ الاهالي اللي بيضغطوا على اولادنا بهذا الشكل العنيف بدون رحمه، وبالذات فكره المقارنات، وانا بتكلم هنا كمان عن العائلات الكبيره اللي هو بيبقى فيها 3 4 5 بص ابن عمك عمل ايه، ويلاقي هو نفسه بقى في مواجهه ايه؟ طوفان من الاراء اللي بتبص له وبتاع، فهو بينكمش او هي بتنكمش. مهم ان احنا نقول للاهل الكبيره دي، العيله الكبيره، الاعمام والاخوال واولادهم، يا ريت كل واحد يبقى في حاله. أيوة، بلاش صحيح. نضغط ونحط يعني شحنه نفسيه وانفعاليه على الاهل كلهم ونبقى بنشحنهم بزياده ضد ابنهم. والنقطه الثانيه نيجي بقى للاسره، ان الاسره محتاجه الاب والام، انت ابنك اهم من المجموع وحياته ودنيته مش واقفه على المجموع، ومش المجموع هو اللي هيديله المهارات الاجتماعيه ومهارات النجاح في المجتمع والذكاء الاجتماعي والذكاء العاطفي، مش المجموع اللي هيعمل ده. فيا ريت تركز في ان هو يبقى شخص ناجح احسن، ويبقى شخص يعني متصالح نفسيا، وما تسيبلوش ذكرى وحشه يفضل فاكر طول عمره مهما قلت، لان الناس بتقول دايما او الاولاد دايما عندهم فكره الكلام اللي طلع في وقت الزعل هو ده الكلام الحقيقي، هو ده مش شرط، ولكن بيبقى عندهم الفكره دي، فيتقال بقى ان هو بابا مدام قال لي في اليوم ده ان انا عمري ما هنجح وانت احبطتني، يبقى انا على طول انا محبطه لا طول الوقت، يبقى عنده زعل. سيئه جدا ممكن تستخدم، انت فاشل. طبعا دي كارثه، ولكن دي بتقال معظم الوقت. خلاص ده حكم ده. بالظبط، لكن بقى كمان لما بتبقى بالمجموع بقى بيبقى الاب ان انت دمرت احلام، بقى كلام كبير قوي كمان عن فاشل، ان هو الاب كانه متعلق كل احلامه وحياته بهذا المجموع اللي لما ما جاش هو كده الدنيا اتغيرت بالنسبه له، وان الولد ده ملوش اي قيمه. ولكن لا، وازاي الضغوط النفسيه دي برضو حضرتك لازم تنبهي بيها الاباء والامهات اللي بتبقى على الطالب، ممكن الضغط النفسي يعمل مشاكل عضويه وامراض عضويه بعد كده. ايوه، ده جزء مهم جدا، ان الضغط النفسي الحقيقه بيعمل مشاكل عضويه تصل للسرطانات والامراض وتصل الى يعني طبعا طبعا، حتى تفاعلات بقى جوه الابحاث العلميه في معظم مرضى السرطان، ان الجزء النفسي مهم جدا علشان هو يخف ويتحسن، وفي ناس خفت بمجرد الدعم النفسي وان هي كانت كويسه نفسيا ومدعمه من اللي حواليها وعندها امل كبير في الشفاء فتحسنت الدنيا، لان ده كل ده بيأثر على جهاز المناعه، وجهاز المناعه هو اللي بيقاوم السرطان، وجهاز المناعه وبقيه الاجهزه والهرمونات هي اللي بتظبط حركه الجسم. ولكن نلاقي ان الاهل الضاغطين قوي دول الاطفال الاولاد اولادكم ممكن يجي لهم توتر عصبي، وممكن يجي لهم قولون عصبي، وممكن يجي ضغط عالي، وممكن يجي السكر، حتى ممكن يجي مرض السكر يجي بسبب التوتر الضغط الشديد المستمر ده. فمش لازم نأذي ولادنا، ممكن ينتحروا أبسط حاجة، هو يعني حاجة من الحاجات اللي بتحصل معاهم، إن إحنا مش محتاجين نضغط الضغط الرهيب ده، لأن في الأول وفي الآخر إحنا كلنا موجودين في حلقة كبيرة واسعة، مش لازم نبقى زي ما إحنا عايزينها بالظبط. صحيح، هتمشي زي ما إحنا عايزين. شكرا لك يا دكتورة. دكتورة صفاء حمودة، وأستاذ مساعد طب النفسي في جامعة الأزهر، نورتنا وشرفتنا، وأعتقد إن ده موضوع مهم جدا بيهم كل أسرة مصرية دلوقتي. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك. بشكر حضراتكم، وصلنا لنهاية حلقة النهاردة في صباح الخير يا مصر، غدا حلقة بتتجدد معاكم في الساعة 7 الصبح بتوقيت القاهرة. شكرا جزيلا.